هايدي 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 نجيب فلوس نجيب كارتي نجيب فلوس نجيب كارتي عايز فلوس ده عايز فلوس ده عايز فلوس ده عايز فلوس ده أكل عيشي هو عرضي أكل عيشي هو عرضي من غير حقي أنا مش مرضي من غير حقي أنا مش مرضي هايدي 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 من غير حقي أنا مش مرضي من غير حقي أنا مش مرضي يعني أنا عايز أفهم عايزين مني إيه دول؟ هما مش شايفين إن السياحة في البلد وضعها زي الزفت؟ ده بدل ما يحمدوا ربنا إن بقالهم 4 شهور بس ما قبضوش، الشركات التانية مسرحة موظفينها من 3 سنين، وأنا طول الفترة دي وأنت عارف بديهم مرتباتهم من جيبي، يعني المفروض أعمل إيه؟ أصرف عليهم؟ إذا كنت أنا لسه مش عارفة هقفل الشركة دي ولا هخليها؟ يا نادر ليه ما حدش بيقدر؟ ليه ما حدش بيحس؟ ممكن تهدي شوية؟ وبعدين تعالي نخرج من باب الجراج وسيبيهم يخبطوا دماغهم في أقرب حيطة. لأ احنا نطلب لهم البوليس يجي يمسك كم واحد فيهم ويهش الباقيين وبكده هيمشوا على طول بدل ما احنا قاعدين محبوسين في الشركه ومش عارفين نطلع. البوليس مش حل يا نجوان. هايدي انت لازم تطلعي تتكلمي معاه، اطلعي قولي لهم اي حاجه، اوعديهم مثلا انك هتدفعي لهم نص مرتباتهم اهو يمشي نفسهم بيها. هايدي الناس موقفهم القانوني سليم، وبعدين مفيش اي حاجه مكتوبه في العقود بتاعتهم عن ظروف السياحه. ايه اللي انت بتقوله يا نادر؟ ادفع لهم ايه ونص فلوسهم ايه ويمشوا نفسهم ايه؟ هو انت المحامي بتاعي ولا بتاعهم؟ ولا انت عشان حضرتك انت وخطيبتك بتاخدوا مرتباتكم فيبقى خلاص؟ انا بدفع لك مرتبك انت وسكرتيرتي الاستاذه نجوان عشان تطلعوني من المواقف اللي زي دي. معرفش لاقي حل، اتصرف. عايز فلوسنا عايز فلوسنا. ايوه يا حبيبي. ايوه يا مروان. مفيش عندي مشكلة كبيرة في الشغل ومش عارفة حلها. معقولة يا حياتي عندك مشكلة؟ وانا عايش في الدنيا؟ ايه خلاص بقى اروح اموت نفسي. العمال اللي عندي عاملين اضراب وعايزين مرتباتهم، وانت عارف كويس قوي الشركة ما فيهاش فلوس، اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ عمال ايه اللي تشغلي بالك بيهم دول؟ ولا تقلقي خالص يا حبيبتي، ما تفكريش حتى طول ما انا موجود في الدنيا. امال انا موجود ليه؟ مش عشان خاطر اريحك؟ بصي يا روحي، انا عندي برنامج هروح اصوره وارجع على البيت نتعشى سوا ونقعد ندردش، وانا عندي حل لكل مشاكلك. فكي بقى، فكي عشان خاطري. يلا حبيبي. بقولك ايه، هتوحشيني قوي 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 لغايه ما اشوفك. باي يا روحي. كوريا عبد العاطي عبد الوهاب افراج. الحمد لله على السلامة يا كوري. انت مين؟ انا جاي اخطب بالعربية. وخلي شكري فين؟ عنده شغل وبعتني انا اختك. يلا اهدي بس يا هايدي وخليها لحالها. هلو هلو everybody، ازيكم يا جماعة؟ ازيكم؟ وحشين هايدي حبيبتي، وحشاني موت. سوري ايتين صاحبتي واسم الدلع ايتين. اقعدي حبيبتي اقعدي. ايه تقعد فين؟
انت يا استاذه بمنظرك ده يلا انزلي تحت استني البيه في عربيته، ولا اقول لك خلي اللي تحت دول ياكلوكي، احنا عندنا اسرار شغل. يلا لا 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 نو بروبلم نو بروبلم. مفتاح العربيه هو يا حبيبتي، استنيني في العربيه ومش هتاخر، ما تلعبيش في حاجه لا روسك. ايه ده يا بابي داخل عليا وسحبني في ايدك واحده مش عارفه منظرها ازاي؟ ده بدل ما تقف جنبي في الهم اللي انا فيه. وبعدين انت طلعت هنا ازاي؟ قصدي الحوش اللي تحت دول سابوك تطلع ازاي؟ ولا حاجه، قلت لهم وسعوا وسعوا لي. وبعدين حبيبتي كل دول متربيين على ايدي قبل ما اسلم الشركه لحضرتك. ونعمة التربية الصراحة، عشان كده حبسوني أنا وصاحبتي والمحامي بتاعي وسكرتيرتي هنا ويقولوا لي نجيبك أرضي. أنا يتقال لي نجيبك أرضي يا بابي؟ مش هتعرفي تكبري عليا، هتفضلي طول عمرك محتاجاني، أنا همشيهم لك. دكتور قال لي خد زيق عشان بطنك. زيق؟ عايزين فلوسنا، عايزين فلوسنا. ازيكم يا رجالة؟ أنا رجعت مسكت الشركة تاني مع بنتي هايدي، وقلت لها ازاي هايدي سادة الموظفين 4 شهور ما يقبضوش؟ دول عندهم مسؤوليات وعائلات وأولاد، ازاي؟ أنا دايماً أحط نفسي مطرح اللي قدامي. أنا قررت أصرف لكم 4 شهور ونو بروبلم، ده حقكم وده واجب. هما 4 شهور مرتباتكم حسب العدد 11 مليون، هما دول اللي موجودين في خزينة الشركة، احنا هنصرفهم وهنصفي الشركة، نفتح شركة بقى كده نبيع فيها حاجات ساعة، اللي يفهم في الحاجة الساعة يقعد يبيع معانا، اللي ما يعرفش يتكل على الله لحد ما السياحة ترجع وكل حاجة ترجع. أنا آسف يا أبو طالب. بيه ليه كده بس؟ إحنا خلاص بيوتنا اتخربت، حاجة ساعة إيه بس يا باشا؟ ما هو ما يرضيش ربنا يا أبو طالب باشا نترمي ونبقى عواطلية بعد العمر ده كله. مش هنسيب الشركة ولا نغير نشاطها إلا على جثثنا. هو إيه يا الضجر يا الدبح؟ أنا عندي حل هيرضيكوا، بس للأسف مش هيرضي هايدي بنتي. قول قول. أنتوا عارفين إن الشركة ما بتشتغلش شغل يدخل جنيه واحد في خزينة الشركة، إنما أنا اللي أقدر أقوله لكم إن أنا أضمن لكم وظايفكم زي ما هي حد السياحة ما تتصلح والخواجات ييجوا وتبقى المسائل زي الفل. اللي عاوز يحافظ على وظيفته يجي يقبض شهر وياخد أجازة بدون مرتب وبقيت فلوسه أمانة عندي أنا شخصيا، واللي مش عاوز يتفضل يقبض 4 شهور ويقدم استقالته، واعتقد ده منتهى العدل وده اللي يرضي ربنا. انا معاك يا ابو طالب بيه. وانا معاك يا ابو طالب بيه. كلنا معاك يا ابو طالب بيه. عيش عيش ابو طالب بيه. عيش عيش ابو طالب بيه. عيش عيش ابو طالب بيه. شكرينا برنس. ايه هتسيبني كده؟ اخلع انت. كوريا غد يا جدعان. كوريا يا الف نهار ابيض يا ولاد، يا الف نهار مسخسخ وبني وحلو. وحشتيني يا بنتي والله وحشتيني، بقيتي زي القمر ما شاء الله ما شاء الله، انبرتي وزنهرتي ووشك موردن وجميله كده اهوت يا ولاد. هم كانوا هناك في السجن بياكلوكي بط برده. ما خلاص يا ولاد فضحتوا امي. ايه اللي سجن سجن لازم تقرطي عليها قوي كده يعني؟ امال هم بيسموه ايه؟ قولي سويسرا يا اختي. هم اسمه دلوقتي سويسرا. يا دي النصيبه اللي انا فيها. طب اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ يا سوكا تعالى شوف امك يا سوكا. ايه ده؟ كوريا يا منطقه، كوريا طلعت يا منطقه. الحمد لله على السلامه. يا كوريا يا قمر وحشانا اللي بتس. ما تزغرطي ياما، زغرطي ياما. الحمد لله على السلامه يا اعز واغلى واطيب كوريا. البيت والشارع والحاره ولا كان ليهم 30 لازمه من غيري. عشت. بقول لك يا سوكا، هو هنا فين؟ لسه ما فتحش. طب بقول لك ايه، روح ناديله بس ما تقولش ان انا هنا. فريرة يا فريرة. لا هو لسه هيما ما يعرفش انك رجعتي من السجن يا بنت. يا وليدي لا مؤاخذه يا كوريا، هو جه فيكي انتي؟ ما خدتش بالي، ما اعرفش يا اختي انك طلعتي من السجن.
حصل خير يا قطه؟ يومك شبهك يا حلو. بسم الله ما شاء الله يا ست هانم، الوالد الباشا ده تطش وده يعني طلع صايع. شكري انت ازاي تقول كده عن بابي؟ انا مش قصدي صايع يعني بالمعنى الغلط يا ست هانم، يعني بلا في الموظفين بكلمتين وانت قاعده ريحك من الصداع. يا سلام، كنت قاعد قدامه متكيف زي ما يكون كده بسمع الست ام كلثوم في مرصح نصر النيل. انساك يا سلام انساك. ده كلام. الو. يا بابي. يا بابي ميرسي ميرسي على اللي انت عملته. ايه؟ لا يا بابي انا ما قلتش ان وجودك في حياتي مش مهم، انا قلت لك ان انا حياتي مش بار وكباريم اللي انت بتروحهم كل يوم، كل شويه داخل عليا بازازه في ايدك وساحب معاك بنت من الاشكال اللي انت تعرفها دي، ما يصحش يا بابي. شويه ريسبكت ليا والجوزي، احنا لينا بوزيشن، لينا ايمج، ما ينفعش كده. تعالى كباك عايزك. انت تختار تادي يا سوكو اللي مكتبنا افتح العربيه. يا جدع امشي يا جدع، انا هخطفك يا جدع ميد. في ايه؟ تعالى بقول لك ولا في ايه يا سوكا؟ سيبي يا اما سيبي. ايه يا سيبي يا اما سيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. كوريا، الحمد لله على السلامة يا كوريا. ليكي وحش، انت اللي طلعت. نعم. يعني قصدي طلعتي امتى؟ وحشتني يا دعيم. وانت يا كوريا قوي، مش باين عليك يعني انك فرحان. يعني شوية كده. ايه؟ لا يعني ازاي يا كوريا؟ ازاي ده انا مزقطة؟ مش باين عليك يا ابراهيم. ما انت خطفتيني برضك. انا قلت اعملها لك مفاجأة. دي احلى مفاجأة. ده ايه المفاجأة الحلوة دي؟ مش كنت تقولي طب كنا زفيناكي من هناك لهنا؟ هي دي حاجة تعدي كده. عارف يا هيما، انا طول ما كنت جوه ما كنتش بفكر اني عايز اخرج عشان اعلم على رموني رامية السودة دي، لا. كل ما كنت اقعد لوحدي كنت اقعد افكر واقول يا رب والنبي خرجني ولو خمس دقايق بس امسك ايد الواد هيما وارجع تاني. حبيبتي حبيبتي يا كوريا بقى كان كل فين دبلتك يا كبداجي؟ فين الدبله؟ دبلتنا في جيبي في جيبي يا كوريا. وقبل ما دماغك توديك الحته شمال اساليني الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ معرفش. نعم. لا بهزر معاك يا كوريا، اصل وانا بسوي الاكل بتسخن وبتلسعني بتلسعني قوي يا كوريا. بس انا كنت هلبسها برضو يعني، ده انا لابسها هتروح فين اهي؟ شفتي يا حبيبتي مالك؟ مش عارفه اصل انا مضايقه شويه، حاسه انه هايدي قاعده بتعاملني بطريقه رخمه اليومين دول. حرام عليكي، دي طول الوقت عماله تقول عليكي انك زي اختها بالظبط. حبيبتي لازم تقدري الموقف اللي هي فيه، انت عارفه شركتها واقفه والموظفين عندها عاملين لها صداع في دماغها. ماشي، بس برضه مش للدرجه دي، اصل الطريقه بتاعتها بقت مستفزه جدا. معلش استحمليها بس شويه الفتره دي، على الاقل لحد ما الازمه تعدي ونشوف هتعمل ايه في الشركه. نادر، انا عاوز اقول لك على حاجه. قولي. في واحده صاحبتي اشترت اوضه نوم فرنساوي من تركيا تحفه. وبعتت لي صور بتاعتها على الواتساب. حبيبي عاوزين نسافر هناك ونتفرج على العفش. اوكي مفيش اي مشكله، وانا اليومين جايين دول هنزل اشتري الهدوم بتاعت شهر العسل. عادي كده؟ ايه بتقوليها؟ عادي كده شهر العسل؟ عادي يعني. حبيبه قلبي ده هيبقى اجمل شهر في حياتنا، واوعدك هخلي حياتك كلها عسل في عسل. جبت أجلك، بس أعمل إيه؟ ولاد الحرام مسابوش ولاد الحلال يعيشوا في حالهم حتى، بس وغلاوتك يوم أنا ما هسيب حقي، وغلاوتك ما هسيب حقي. مين؟ حبيبتي يا كوريا، الحمد لله على السلامة يا كوريا. عامل ايه؟ نورتي بيتك، نورتي بيتك. بيت ايه بقى يا
البيت ما بقالوش لازمه من غير امي الله يرحمها. انا اللي قربت معادها من قهرتها علي. معلش يا بنتي معلش، العمار بيد الله، ما لناش في نفسينا حاجه. بس انت غلطانه يا كوريا. ايوه غلطانه، غلطانه انك رفضتي تقفي معاها في المحل. وانا كنت هشمها على ظهر ايدي يا خال. انا كل الحكايه بس اني كان نفسي اشتغل مع الناس هلوي عنين، معرفش انهم نصايب عايزين يفركوا الخلق تحت رجلهم عشان يعلط. معلش يا بنتي، المكتوب مكتوب، بس انا عايز اقول لك حاجه. اوعي تكوني فاكره انك عشان شايله سابقه في السجن تبقي خلاص. الخلق كلاته مهنه عارفين انك داخله السجن عن حق. حق ولا باطل بقى يا اخي؟ هما يعني كانوا بيكتبوا في الفيش والتشبيه جنب السابقه والنبي كانت مظلومه؟ بس ورحمه امي يا خيل، انا ما هسيب الولايه اللي اسمها ليلى دي ابدا، عشان الولايه دي افترت عليا ودخلتني السجن سنه ظلم، ده انا اتعلم عليها اني ثواب. يا بنت المكتوب مكتوب مهما طال الزمن، مهما طال. المهم يا كوريا، احنا عايزين بنت الناس نفرح بيكي وتتجوزي الوادي الجدع اللي اسمه ابراهيم الكبده كده اللي استناك السنه بحالها. واوعك يا كوريا، اوعك يكون الشمال اللي انت شفتيه في السجن ده هيكون زغل لعينيكي. انت بنت ناس وبتربي. شمال يا خال؟ ولو كان ليا في الشمال كان ده يبقى حالي. بقول لك يا خال، في ناس كده اهو ظبطتها يمين، مهما الدنيا خبطت ولا رزعت فيها برضك ظبطتها يمين، ما تعرفش تمشي في الشمال. ما شاء الله عليك يا كوريا، كده اقدر اقول لك حمد لله على السلامه. انت كده طمنتيني. المهم بقى، انزلي افتح المحل القديم بتاع امك ده وجدديه على مزاج مزاجك. تاني يا خال؟ كوافير تاني؟ ما قلت لك 100 مرة خال أنا دكر، ماليش في مرقعة وسهوجة الحريق، بتخانق، بيجي لي كرشة نفس، ما بستحملهمش، ما عنديش خلق ليه؟ اشتري خلق واسع للناس عشان يكفيهم، انزل اشتغلي تاني، في إيه دي؟ انزل اشتغلي وسندس هتعيش معاك هنا، سندس اللي عشت ده سنة بحالها، قاعدة معايا بحق ومرتي وولادي، اتخانقت أنا كمان. إيه، أنت بتكروتني؟ إيه كمية الأخبار الزفت اللي أنت جايبها لي دي يا خال؟ خالتي سندس مين اللي تيجي تقعد معايا؟ وبعدين تعالى هنا، أنت بتقولي عايش في حق، يعني شايف أنا اللي عايشة في البيت الأبيض يا خال؟ الله يرحمك يا غالية. الله يرحمك يا أختي. لسه فاكر نظرتك ليا وأنت بتموتي. لسه كلمتك في ودني. قلت لي كوريا مظلومه، قلت لك ايوه عارف، وقلت لي سندس مظلومه وغلبانه ولازم الاثنين يعيشوا مع بعض في بيت واحد. الله يرحمك. بقول لك يا خال تعالى خال. الله يرحمك. ايوه ما هو الله يرحمها. اه تعالى بس اقول انا وصيت امي الله يرحمها دي ماشي على عيني وعلى راسي، بس امي كانت بتعرف ترعينا انا وهي، انا هعمل ايه فيها؟ انا احتاس بيها؟ سندس دي انت ما تعرفهاش، دي ربنا فاتح عليها فيها شيء لله. لما كانت عايشة معايا كانت الرزق من كل حتة. جربيها يا بنتي هتلاقي الرزق جايلك من كل باب. الله يسامحك يا خير، والله العظيم بجد، عشان انت كده بتحملني فوطات. انا مش قلقان من ان السياحة هترجع تاني، لان انا متأكد ان شاء الله ان السياحة هترجع. هترجع ليه؟ لانه مفيش بلد في العالم زي مصر. طالعة فارية زي امك، وعندنا مش عارفة تعيل على واحد مريش ونضيف زي ده ينضفنا وينقلنا من ام الفقر اللي احنا عايشين فيه. لا، وقعتلنا في سنادر الدكتور نادر. لا وايه، دكتور ومحامي في نفس الوقت، تفهميها ازاي دي؟ ونتن المرتين اللي جه زورنا فيهم جايب لنا فيهم ورد. ورد يا حيلتها، هنعمله شوربه ولا هناكله؟ يا باي يا باي، ما بينزلش من زور. اهو ده بقى اللي لقيته وقع من الست هايدي، ما خدتوش لبيستو. انا هو انا كنت لقيت حد احسن منه يا بابا وقلت لا؟ هي كده طول عمرها بيضلها في القفص، من واحنا صغيرين بتاخد المنجايه كلها تاكلها وتسيب لي انا البذر. لا وايه، انا لازم اكل البذر ده وابقى مبسوطه كده وفرحان. انا بنت الشغاله بتاعتهم بقى. لا روح امك، انا مش مخلفك عشان اقعد جنبك والقف البذر اللي بيقع منك ومنها. انت تجيب لنا القفص كله الهط فيه زي ما انا عايز وارمي البذر في الزباله. طب وانا بايدي ايه اعمله؟ طيب لا تعملي ولا ما تعمليش. بقول لك ايه، انت مزروعه وسط ناس بيدهوسوا على الفلوس بجزامهم، عالم عايشه في نعمه ما تستحقهاش. بقول لك ايه، انت تطلعي تنزلي تشقلبي حالنا اللي يعلم الكفر ده.
سندس جبتها لك اهي. سندس دي خالتك، اتحطيها في نن عينك من جوا ما تزعلهاش. لو قالت لك في يوم انها شافت القمر في المطبخ في الحلة قول لها شفته القمر في الحلة. قمر في حلة يا خال؟ انا ناقصه جنان؟ انت كده هتقلب لي شقه مرستاه. ما كفايه فيلم الكرتون اللي شغال في دماغي ده، عرض مستمر ما بيخلصش. سعد بيحب البيض. سعد بيض ايه؟ بيض ايه بتقول لك بيض؟ وبعدين مين سعد ده؟ اقعدي بنت مجنونه. لا 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 ما تخافيش ما تخافيش يا سندس. سعد مين؟ سعد الله يرحمه ابنها. اه الله يرحمه. بعدين دي مش مجنونه ولا حاجه. ما تخافيش ماشي اما نشوف اخرتها. بقول لك ايه، كوريا دي طيبه، كوريا دي تتحط على الجرح يشيط. انما انا حاسه ان انت اللي هترجعني القناطر من تاني. كلنا هنروح القناطر ان شاء الله ونركب عجل وحمير هناك. والله هركب حمار. انا هركبك حمار، اجمل حمار في القناطر هركبه لك. هيس هيس قول اي كلام عشان تلحق تجري، ارمي من على كتفك وزيحة قوي يا خال. ها اسيبكم معافيه بقى وخليكم مع بعض. لا 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 ما تخافيش غير هدومك وروح. استنى ما تسيبنيش معاك. يا بنت انت يا بنت. نعم. عايز الصحن. ابتدينا. طب بقول لك يا سندس، بص يا سندس عشان نبقى على نور كده من اولها، انت تتمسي وتقولي يا مسا كده وتخشي تنامي والصباح رباح. انا اما اصحى الصبح هليفك ونحمي ونصبن ونرغي نعمل كل اللي انت عايزاه عشان ما فيهاش خلق دلوقتي يا سندس. ماشي جعانه. لا بقول لك ايه عدي يومك. عايزه ايه بس هتنوحي لي ليه دلوقتي؟ طب خلاص خلاص ما تزعليش ما تزعليش يا سعد. ما هنجيبه منين سعد ده؟ معلش حاضر انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه. انت عايزه ايه؟ بيض. حاضر هعمل لك البيض. عايزه حاجه تانية؟ مقلي. حاضر اعمله لك عيون يعني. حاضر اعمله لك. سعد بيحب البيض المقلي. حاضر انا هقوم اعمل لسعد البيض عشان اخلص انا دلوقتي. حاضر عايزه الصحن. حاضر احميكي. حاضر تعالي بس خدي بول. عاوزه ايه تاني؟ تعالي. ايه انا حلوه اسمع عليك يا اختي. اخ يما الله يرحمك يا ماما. اتفضلي يا حبيبتي. تسلم ايدي كده ده انتصار. بألف هنا وشيف. وحشتيني روحي وقلبي وحياتي ودنيتي كل حاجه لي عمري. اقعدي. انا 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 بقى بيبي. انا بعشقك حبيبي. انا بحبك قوي. انت امتى هتبطل اوفر يا حبيبي؟ امتى؟ ما انا مش قادر طبعا. الله ما انت عارفه واحد بيحب واحده بجمالك لازم يبقى اهم حاجه في حياته انه يدلع البنوته. عارفه يعني ايه يدلع البنوته؟ يعني دلع البنوته. لا 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 دلع البنوته. بس 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 انا كم مره قلت لك بطل اسلوب المعاكسه بتاع الورق اللي انت بتعمله ده حبيبي بيبي. انت خلاص بقيت حاجه تانية. انسى الحياة القديمة دي اللي انت كنت عايشها انساها خالص. حاضر حاضر خلاص. بص بقى يا حبيبتي انا من ساعة ما كلمتك في التليفون الصبح وانا هتجنن. ازاي انت تتضايقي وانا عايش على وش الدنيا؟ عشان كده انا قعدت اعصر في دماغي لغاية ما لقيت لك حل هيخلصك من قرف العمال والشركة ده خالص. طب ازاي يا حبيبي؟ احنا نفتح قناة فضائية. نعم قناة فضائية؟ إذا كنت أنا في الشركة عندي مشاكل متلتلة ومش عارفة أحلها تقولي نفتح قناة فضائية؟ بعدين أنت عارف كويس قوي إن أنا معيش سيولة. يا حبيبتي السيولة هتتوفر. إحنا ناخد قرض من البنك بضمان الشركة وكل فروعها اللي في المحافظات، ده غير الأراضي بتاعتكم اللي موجودة في شرم والغردقة، وأنا كمان هخش بحتة الأرض بتاعتي اللي موجودة في الساحل ونصيبي في مصنع المراتب، وساعتها ناخد قرض ب 50 مليون دولار ونبدأ بداية قوية ونفتح أكبر قناة في الشرق الأوسط. يعني نظرياً الكلام ده حلو قوي. بس مش هينفع يا بيبي. انت عارف ان بابي ممكن يجرى له حاجه لو انا بعت الشركه تضيع عمره كله فيها. مش هينفع. حبيبتي مين قال بس ان احنا هنبيع الشركه؟ احنا مش هنبيع حاجه. احنا كل ما في الموضوع هناخد الشركه ديت وندخلها من ضمن الضمانات اللي البنك هياخدها. غير كده انت عارفه وانا عارف ان الشركه دلوقتي ما بقتش تكسب. بس 50 مليون دولار ده مبلغ كبير قوي. يعني احنا حتى لو خدنا القرض ده هنسدد فلوسه ازاي؟ احنا الاصول اللي معانا ما تجيبش تلت المبلغ ده. يا حبيبتي ما تقلقيش انا هعرف اسنجف كويس. اسنجف قوي. اه يعني
يعني ارستق اظبط الورق بتاع البنك ده كويس قوي بحيث ان الاصول بتاعتنا تساوي ثمن القرض كويس قوي، وفي خلال 5 سنين بالظبط هنسد القرض وهنكسب كمان. وبعدين يا حبيبتي انت عارفه زمان كانوا بيقولوا ايه؟ ها ايه؟ اي حاجه فيها اكل هتكسب هتكسب. دلوقتي اتغيرت شويه، بقت اي حاجه فيها اكل ودان الناس هتكسب هتكسب. انصحك ديري بالك على حالك. سيبني الوقت يا بنت. في خالتي مالك بتعيطي ليه دلوقتي؟ حاضر انا جايلك اهو. طيب يا حبيبي وحشني يا حبيبي يا حبيبي يا رب. في ايه في ايه بس مالك مالك ايه دي كده؟ قولي لي في ايه مالك يا خالتي؟ فيك ايه مالك؟ عاوزه ايه مالك؟ بس عوض عوض وساعد ابني. وحشوني انا والله عايزه اشوفه. حاضر. طب اقول لك على حاجه، انا اتصل لك بهم بكره الصبح خلاص. والنبي استغفر الله العظيم. والنبي قولي تاني. والنبي 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 اللهم صل وسلم عليك يا عليه الصلاه والسلام. يلا اهدي بقى ونام. وبدريه اختي كمان وحشتني خالص، عايزه اشوفها. لا حاضر اكلمها لك هي كمان بكره. بكره اكلمهم لك كلهم، هكلمها لك. انت جننتي، دي بدريه ماتت. يو طب انت واعيه هما اللي فيكي ايه؟ يا خالتي حرام عليكي ما تعيطيش، بتقطعي لي قلبي. طب خلاص خلاص والنبي انا اسفه والنصح ما اعمل كده تاني. خلاص والنبي اهو. والنبي حقك علي حقك علي، اهدي بقى ونام. طب احكي لي حنوته. حاضر. كان يا مكان يا سعد يا اكرام. سعد بيحب البيض. صدقنك ريحه البيض. احنا نعمل عقد شراكه ما بيني وما بين هايدي، وانا هخش بحته الارض بتاعتي اللي موجوده في الساحل، ونصيبي في مصنع المراتب اللي موجود في العبور، وكل الاجراءات البنكيه اللي بعد كده هخلصها انا بالتليفون. مش هيبقى فاضل بس غير على التوقيع اعمله انا وهايدي في البنك. ايوه بس نسبه الخطوره بتبقى عاليه جدا في القروض الضخمه دي، وبعدين لو حصل اي تعثر او لا قدر الله المشروع ما حققش التارجت بتاعه هندخل في مشاكل كبيره جدا يا هايدي مع البنك. ايه مالك مش قوي كده على فكره يا نادر؟ ما كل المستثمرين الكبار بياخدوا قروض ويتعثروا ويجدولوا ويسددوا. انا بصراحه حكايه القناه الفضائيه دي عجباني قوي. ايه رايك بقى يا هايدي تشغليني فيها مذيعه؟ وليه لا، عشان برضو ما اخليش مروان يطلع مع حد غيرك، على الاقل انت ضمناكي. ده ما فيش حد بيخسر على فكره. اللي بقى عنده قناه دلوقتي بقى عنده 3 و4 و5، رياضه ودراما وافلام ومنوعات واغاني، يعني الموضوع كده بسم الله ما شاء الله كبير. وحتى القنوات بتاعت الرقص الشرقي بقت مكسره الدنيا دلوقتي. الله، انا عجباني قوي الفكره دي يا بيبي. انا عايزه افتح قناه رقص شرقي وهخلي نجوان هي المين ستار بتاعتها، هي بقى تعمل كل البرامج والرقصات والشوز. على فكره نجوان بترقص شرقي احلى من الصفينار. وانا جاهز بكل حاجه، كل البلاتوهات اللي موجوده في مدينه الانتاج الاعلامي وبره مدينه الانتاج الاعلامي واقفه بس على الامضه. وعلى فكره احنا ممكن نعتبرهم دول بيزنس لوحده خالص. ليه بقى؟ لان احنا ممكن نستفيد بيهم وناجرهم ونعتبرهم اصول. والخطوه الثانيه بقى نقوم لمين كل المذيعين والمذيعات المنورين في كل القنوات واخدينهم عندنا، ونقدم لهم عروض لا يمكن يرفضوها. وبعد كده نقوم داخلين دخله قويه مع وكاله اعلانات قويه، وفي خلال 6 شهور القناه بتاعتنا تبقى اكبر قناه في مصر. وساعتها بقى نبقى نفتكر القعده دي ونقعد نضحك عليها. انا بصراحه متحمسه جدا للموضوع يا هايدي، الفكره حلوه وجديده وبتكسب. وانا كمان يا هايدي انا من زمان وانا نفسي اكون في المود ده. واضح جدا ان انا الوحيد اللي دمه تقيل في القعده، بس انا بحب اتحرك بطريقه محسوبه وبقدر المخاطر قبل ما ندخل في اي حاجه يا هايدي. بقول لك ايه يا نادر، انا مش عايزه اكمل حياتي في الشركه هنا مع السكيورتي، لا شغله ولا مشغله. يلا يا مروان يا حبيبي نعمل المشروع ده. يا ستي والله ما خايف منها، بس دي خطيبتي وهتبقى مراتي. عاوزاني اقول لها ايه؟ اقول لها والنبي سيبيني اروح اقعد مع نوال شويه عشان جوزها مش فاضلها. الله، وانت تقول لها ليه وتعيد لها ليه؟ ما دام ما اتجوزتهاش ملهاش حاجه عندك. ملهاش حاجه عندي ايه؟ انت اتجننت يا نوال، ده لو عيني رمشت واحده بس بتعمل معايا الصح. انا نفسي اعرف البت الأزعى المسترجله دي عامله لك عمل عند انهي شيخ عشان اعمل لك عنده؟
ده انا فرسالك خدي مداس وبتمنى لك الرضا ترضى. ده انا مفيش مره بشوفك فيها الا الكلام يبقى عليها حتى وهي مسجونه. ايه انا بقيت بكرهك انها درتي. درتك ايه؟ درتك ايه ونيلت ايه يا نوال؟ احنا حوارنا ده كله عوا ومليان مشاكل، وجوزك ده انا قده يا ماما وقد 10 زيه، بس صاحب الحق قوي برضه. ما انا قلت لك فكك من الحوار ده ونفضها لها، وحاجتك حاضره، انت راجل في الكليه وهي رد سجون، وانا هقرف سلومه في عيشته لحد ما يطلقني، وهخليه قبليها يكتب لي الشقه اللي احنا فيها باسمي، يعني مش هياخد غير جلاليب والزفره وهو خارج، ونتجوز انا وانت يا هيم. اه ولو عاوز عفش جديد نشتري ابيع ساختي. انا شارياك يا هيمه وبحبك، وسلومه ده ما بقتش طايقه نفسه في وشي. انت تهطلتي يا نوال؟ لا وربنا تهطلتي، انت عاوزاني انا وانت نتجوز ونقعد في الشقه اللي قدام كوريا دي، كانت تولع فينا وفي ام الشقه. خلاص نبيع الشقة دي وناخد أي مطرح في أي حتة. فكك بقى من موضوع الجواز ده، خلينا كده، احنا كده أحسن. نوال مزنوق، شوفي لي أي حاجة معاكي. يوه عينيا، بص كده، خدي حبيبي. دي حبيبتي، حبيبتي يا نوال، ربنا ما يحرمني منها. يا أخي كبداجي، وأنت يا أختي نوال. أنت إيه اللي جابك هنا يا شيخ ناصر؟ ايه رايك في الصدفه السعيده دي؟ لا يا صدفه زباله بصراحه. يلا نجري. يلا تفضل. شكرا لحضرتك. تفضل. شكرا. معلش يا هاني، احتاج التوقيع مرة تانية لأن الفورمة المرة دي مختلفة، خلي التوقيع زي كل مرة. أوكي. أنا أهم حاجة عندي إن الإجراءات تكون سليمة، أهم حاجة. اتفضل. كده تمام، الفلوس في حسابكم دلوقتي وتقدروا تتصرفوا فيها بمعرفتكم. يعني خلاص؟ خلاص يعني. أنا كنت فاكرة الموضوع أصعب من كده بكتير. هو في الحقيقة أصعب، لكن علاقات مروان بيه بسم الله ما شاء الله، محدش كبير في البلد ومكلمنيش، وبعدين حضراتكم فوق مستوى الشبهات، والد حضرتك كان بيتعامل مع البنك ده من 30 سنة. أتمنى لكم النجاح في مشروعكم الجديد، وفي أي حاجة بالنسبة للاقتصاد أو السوق النقدي، أنا طلعت البرامج قبل كده كتير، يعني عندي خبرة. عظيم، ان شاء الله حضرتك تشرفنا وتفيدنا بخبرتك. ان شاء الله. شرفت يا مروان بيه. شكرا ليك. شرفت يا هاني. ميرسي، اهلا بيك. يلا الف مبروك يا رئيسة مجلس الاداره. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. ايه ده؟ في ايه خير؟ انا بحبك قوي.
ألف مبروك. ربنا يبارك فيك يا بابي ويخليك لي يا حبيبي. عمر مليون سنة. ميرسي يا بابي. أنا لي عندك طلب صغير. أنت تأمرني يا روحي. نفسي أقدم برنامج في القناة. هتقدم برنامج إيه يا بابي؟ برنامج في أكتر حاجة أفهم فيها في الدنيا دي. اللي هي إيه يعني؟ ستات. سامع روز! اسكت يا جدع أنت وهو، خلينا نعرف نتكلم مع البنشر. كفارة يا كوريا، أنا قلت أسيبك اليومين دول عشان عارف إنك أنت خارجة من ظروف لا مؤاخذة وما يصحش، لكن أنت برضو طبعاً عارفة إن عليك فلوس تنكيس البيت اللي لمك أنت وخالتك من بعد أمك الله يرحمها. جرايا يا سلوم، لا وقت ولا أدانه يا أخوي، اتوكل على الله دلوقتي عشان مش معادك ده. لا وقت ولا أدانه يا كوريا. آه، لما أمك ودت من بعديها كل واحدة فيكم عاملة نفسها بتكح جير ولا يجي صرف على المحل ومكلفاه، يبقى يا فلوس تجيني وقتي يا تزق عجلك انت وخالتك من البيت. وانت ما تعرفش لما تلاقي رجاله واقفه تتكلم معاها، ولا انت مش بيمشي غير الحريم؟ وانا لو شفت رجاله بيقدروا يحكموا على نسوانهم كنت كلمتهم، لكن دورت ما لقيتش، مفيش بح. لا انت بس ما دورتش كويس. انما انا ضربت الثور ده ازاي؟ عصب يا هيمة، عصب. بقول لك انت عامل دوشة ليه؟ ها؟ دوشة ليه؟ عامل دوشة ليه؟ لا ده لسه في تلف. انا هيمة والنبي لا في دماغك تقيل عليها كورة. والنبي هيمة عشان خاطري، عشان خاطري. طب بالراحة. طيب بص امسكيه كده، يلا يلا. بسم الله بسم الله بالشفا ان شاء الله. ايه الدماغ الفل ده؟ يا حبيبي يا مروان، صباح الخير يا حياتي. انتي طارق. نفسك شوية يا حبيبتي، انتي لحد دلوقتي واخدة تلات حقن يا هايدي، وبرضو ضغطك مش راضي يتظبط. انتوا بس شكلكوا كان حلو وزيادة في الحفلة مش أكتر، فهو أكيد في حاجة غلط. نو واي، أنا متأكدة إن هو أكيد يا إما بيهزر معاكي هزار بايخ أو عامل فيكي مقلب سخيف يا حبيبتي. مش قادرة أفهم. أنا ما علمتكيش كده يا هايدي. فاكرة أول يوم ليكي في الشركة لما شاورتلك على مكتبي وقلتلك ده هيبقى مكتبك؟ فاكرة أول درس قلتهولك إيه؟ إن ما ينفعش تتخذي أي قرار في أي حاجة سواء بالقبول أو الرفض إلا ما تدرسي الحالة المتعلقة بالقرار ده. أنا ما بقولكيش ما تزعليش،
بس عشان خاطر أجيلي الحزن ده شوية لحد ما نعرف إيه سبب الحكاية دي. أوكي روح بابي. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإحسان إلى الجار وليس ضربه أو بطحه يا أخت كوريا. دي روسية مولانا مش حوار يعني. فيها إيه؟ وإن الإحسان إلى الجار ليس بالتعرض لفتاة في ليلة بهيجة أمام من يسوى ومن لا يسوى يا أخ سلومة. أنا ما تعرضتلاش يا مولانا. أنا فيش بيني وبينها حاجة غير حوار البيت والفلوس اللي أم تلاقي لها إلا الله عارفاه. أنا ما قلتلها هي وما قبل ما تسجل يا بنت الناس ادفع حصتك في تنكيس أم البيت اللي هيقع على دماغة أم اللي خلفه أمنا ولا حياة لمن تولاده وفي الآخر هي تصرف على المحل. كنت بتتكلم معاها ليه بقى يا عم الأمور أنت؟ بصفتك إيه؟ هي مش مخطوبة لشحت قدامك؟ ما تيجي تتكلم معايا ولا انت ما بتتكشفش على رجاله؟ وبعدين لا تغضب لا تغضب يا اخي سلومه. انت شايفه يا معلم بيقول ايه؟ ما هو ابراهيم كبدكي عنده حق برضه. ما انا لو ليا خطيبه وماشيه في الشارع وجه واحد طور بغل اتعرض لها لا والله العظيم ده انا اكون واكلها بسناني ده همت. بس شبان اليومين دول هم اللي خرعيني يا اخويا زي الواد ابني ده ما وراهوش غير الرقص والطبلت والنار عيال مراقيع. يعني هما شرحوا لك وعلقوا لك على باب المحل يا موسوكا عشان ابقى جدع؟ ايوه المفروض. طب يلا يلا يا يا طب يا جماعه يا جماعه اهدوا اهدوا يا موسوكا كوني محضر خير فليأكل خيرا او ليصمت فليأكل خيرا او ليه ليصمت. يا عم الشيخ يا عم الشيخ ده انا وليا غلبانه ومن كسرى وعايشه لوحدي مع خالتي اللي عندها لطف وعقبال اللي يستاهلوا ولسه خارجه يعني من زنقه وبحاول اقف على رجلي اعمل ايه يعني اضرب الارض طلع 10000 جنيه ولا يعني اسيب لكم شعري واحط احمر واخضر واشتغل لقاصه اشتغل لقاصه مش عاوز بالله يا اخت كوريا اهزي يعني يا مولانا اعوذ بالله يا كوريا اعوذ بالله فيش اعوذ بالله اعوذ بالله ومن يرضى لاختي من يرضى لشريفه من شرفاء المنطقه. قم يا اخ سلوم قم ولا تتكبر على الله وحب فوق راس جارتك كوريا. احب على راسها ايه يا عم الشيخ تعوز تتعلم عليا فانا راجل قصار مال وهدومي وفي الاخر حب على راسها جاك يكسر راسها واللي شددولي كمان ايه على راسها صلوا النبي يا عم هذا حكمي هذا حكم الذي يشبه القضاء في آلي ولا رد فيه اما تنفذ واما قسما برافع السماوات بلا عمل انشك خطبه جمعه لا تجد كلبا يشتري منك لحم اللحم الحمير ذبيحه. جرى ايه يا جزار البهايم انت انت مش عاوز تكبر للراجل المحترم اللي الدنيا كلها بتكبر له ولا انت عاوز الشيطان يغلوش على دماغك زي ما غلوش على دماغ مراتك البت نوال اللي تنشك بزورها وكتاب الله لو ما كنت بتقوم تحب على دماغ البت الغلبانه اللي قاعده ده ايه لكون مشرد لك في الحته كلها يا سلومه. ايه رايك بقى احب راسها فين راسها بصها من بعيد ما تلمسهاش. الحمد لله على السلامة يا روحي. الله يسلمك يا حبيبي. شفتي بقى طول ما انت معايا هتكسب ازاي؟ ما انا معاك اهو وسبت كل حاجة عشان خاطرك انت. بس مروان اوعى في يوم من الايام تخليني اندم على اللي انا عملته ده. تندمي؟ تندمي ايه يا خيل عينة بنتي؟ انت مع مروان دايما كسبان. السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ ازيك يا كاريا؟ انا جايب البضاعة بنفسي. ربنا يخليك يا باشا تسلم تسلم يا باشا تسلم. ايوه تمام يا باشا. بقول لك يا باشا ما تنزل لنا في الفلوس بقى شويه والنبي. وانت بتدفعي يا كاريا ليه كده يا باشا؟ انت نسيت الاتفاق اللي بينا ولا ايه؟ ده انت اجدع حاجه فيك موضوع الشوكوك ده. وبعدين يا باشا ده انا عامله لك صيت في الحاره رهيب. ده كل النسوان الحاره عارفينك. ده انا معلقه صورتك هنا في المحل حتى بص اهي مفيش ولايه بتخش هنا وما بقولهاش ده صاحب الكريمات. خلاص يا كوريا بيعي ونتحاسب بعدين. ماشي يا باشا ربنا يخليك. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه
معلش يا مدام، ما كانش قصدي. مدام ايه ومش مدام ايه؟ مش تفتحي معلش. اوعى بنت شيماء، انت هتطفشي لنا الزباين واحنا لسه بنقول يا هادي؟ معلش يا اختي، اصلها لسه جديد، انا اغسله لك بنفسي. اوعى بنت. ايه يا اختي ده؟ انت بتحط على شعرك غيره وانت بتسرحي؟ بقاله كام سنه ما اتغسلش ده؟ بالراحه يا كوريا، على شعري هيتقطع في ايدك. يوه ملبك، اعمل ايه طيب؟ اه بتصرخي ليه دلوقتي وانا جيت ناحيه عينك؟ ما هو اللي مشبت في بعضه زي سلكه المواعيد. معلش اهو سلك، اهو خلاص سلك. تعالي بقى يا بنت شيمو كملي، بس ما تجيش بقى ناحيه عينيه، عايزاها تخرج من هنا نضارها 6/6. ها حاضر يا اسطى. يلا بصي بقى اختي، ان شعرك شكله مهري من المكوى، لو كونات هيشيط هيشطط كده وطرفه هتقف وتبقى عامله زي اللي حاطه صباعها في الكبس الكهربي. اعمله لك بلا بابا، انا عايزه اروح، خرجني من هنا، انا مش عايزه اقعد في المستشفى، انا مش عيانه. حاضر حاضر، هنسال الدكتور دلوقتي اذا كان ممكن تروحي ولا لا. انا شايفه انها تفضل هنا شويه احسن، او تروحي اي مكان تغيري فيه جو وتغيري مودك. البيت لا، لو رحتي البيت هيجرى لك حاجه يا هايدي. ازيك يا هايدي؟ ها وصلت لمروان؟ عرفت منه حاجه؟ مروان؟ مروان هرب. هرب هو ونجوان. ايه؟ وحاول $50 مليون فلوس القرض اللي اخده من البنك باسم هايدي، ضمان شركتها ووصولها وممتلكاتها، حولهم على حساب بره مصر. انت بتقول ايه؟ انت عرفت الكلام ده منين؟ ايه؟ عرفت الكلام ده من البنك ومن المطار. البنك بدا ياخد اجراءات علشان يتحفظ على ممتلكات مروان وهايدي. انا جيت عشان اطمن عليكي، بس للاسف لازم امشي بسرعه عشان اتابع بقيه الاجراءات. خلي بالكم منها. خرجني من هنا، خرجني من هنا، انا مش هقعد هنا ولا لحظه. خرجني بقول لك من هنا، عايز اهرب من هنا. حاضر حاضر يا روح. ما تنزح يا اختي وانت عماله تترقص لنا كده. لا تنزح من الدنيا انت والعجل بتاعك يا بعيد، لا تكون قرف. جاتك انت 60 قرف يا مسمى بري منك، يا مسترجله يا رد السجون. مش كفايه خالتك المجنونه اللي عماله تنوح لنا ليل ونهار وانت حبسها وسايباها عشان تشتري كروم؟ الله، خلاص هتموتي يا علبه. ايه ده يا بنت المجنونه؟ لمي لسانك الزفر ده بدل ما اقطعهولك. مالك؟ عاوز امسح السلم من الوساخ؟ ليكي شوفه حاجه؟ جاتك القرف يا عيله كلها مجانين، الواحد يتعامل معاكوا ليه؟ عيله خلل. بعدين يا نادر هتفضل قاعد كده؟ يا حبيبي انت المفروض تحمد ربنا انه خلصك منها. يا نادر دي في الاول وفي الاخر بنت شغاله، انت كتير عليها قوي. انت استاذ في الجامعه ومحامي دولي، وانت عارف انه في الاخر اصلها الوطي هو اللي هيغلب. مهما تنظف فيها مش هتعرف تغير اصلها. يا نادر يا حبيبي لازم تقوم تشوف شغلك وحياتك. تليفونك بقاله ساعة بيرن، أكيد في حاجة مهمة. طب خلاص، لو أنت مش عايز تشتغل تعال نسافر، أنا هقوم أحضر لك شنطتك وتعال نروح نقضي أسبوع في الساحل الشمالي، نغير جو، نقعد على البحر ونشم هوا وأنت كمان ترتاح. يا حبيبي المحشي استوى، احدف لي صباع في الهوا. يا حبيبي المحشي جميل، احذف لي صباع في النيل. يا حبيبي المحشي كتير، احذف لي صباع وانا اطير. وانا اطير وانا اطير وانا اطير وانا اطير. قفشتك يا حرامي. يا لهوي، حرام عليكي يا خالتي، قطعتي الخلف. انت حرامي. حرامي حرامي ايه يا خالتي بس؟ حرام عليكي، ده انا كوريا، كوريا بنت اختك العمشه بدريه، احفظها لك ازاي دي بس؟ اخت مين؟ اختك يا خالتي، اختك العمشه بدريه، انا بنتها. انت بنت انت؟ لا اله الا الله، وانا لازم يعني اتقصع لك بالقميص النايلون طول النهار في البيت عشان تقتنعي اني بنت؟
يا خالتي حرام عليكي، ارحمي امي. امك مين بقى؟ لا اله الا الله، ام العمشه بدريه يا خالتي. اه وانت مين؟ انا ابنها، انا ابن اختك العمشه بدريه. خلاص سيبيني بقى اخلص لك المحشي عشان اشوف حالي. طب اسمع، اما تشوف البنت كوريا تفلي في وشها. حاضر يا خالتي، هتفلك في وشها. الله يكرم اصلك. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. ده فين المذكرات بتاعت قضيه حسين الصياد وملخص الاوراق بتاع الشركه المتحده؟ هو مفيش احساس بالوقت خالص يا دكتور؟ انا دخلتهم لحضرتك امبارح. دخلتهم لي انا امبارح؟ طب اعمل لي ورقه باللي خلص واللي ما خلص. في حاجه اسمها نظام يا هاني. حاضر يا دكتور. هاتي لي البيل بره ده. هاني تحت امرك يا دكتور. اسمع هاني، تسيب كل الاوراق والقضايا اللي في ايدك وتركز لي على القضيه بتاعت مدام هايدي ابو طالب. عايز اعرف كل حاجه بتحصل في القضيه دي، مش عايزك تيجي تقول لي حصل كذا، عايزك تقول لي هيحصل كذا. مفهوم؟ الصوره اللي الواد سوكا صورها لك وسلومه بيبوس راسك قلب الدنيا مترشقه على كل موبايلات المنطقه. وانت مبسوطه كبدك وصوره خطيبتك على موبايلات الشباب؟ موبايلات؟ انت قلتي موبايلات؟ وربنا انت قلتي موبايلات؟ ايه اسمها موبايلات يا هبله؟ ويعني لو مؤاخذه صوره بالمايوه ده صوره محترمه وانت مهزاه اتخن شنب في المنطقه. إيه انت هتتنطط عليا بعلمك يا اخويا ولا ايه؟ ده انا دبلون صنايعي قسم زغرفه يا تلميذ، وانت بقالك 100 سنه في سنه ثالثه مش عارف تعديها، انت عايزينها تبقى خاطر. هو يعني اللي اتخرجوا عملوا ايه لا مؤاخذه؟ ها؟ عملوا ايه؟ انا عارفه بقى. يا هيما ما انا قلت لك 100 مره نشوف لك اي واسطه نغمزها بباكوين، يديك حته ارض استصلاح في ايوها صحراء، ونفك بقى من ام الحاره المعفنه اللي احنا عايشين فيها دي. خليكي انت في جو الصحراء والزراعه والطينه اللي انت عايشه فيها دي. يا كوريا انا ما اتعلمتش في الكليه غير حاجه واحده بس، ان انا زي الزرعه لو خرجت من منطقتي لازم تسقيني بالفلوس يا اما هدبل واموت. يو بعد الشر عليك يا هيما، ما تقولش كده تاني. انا ليه مين خلق في الدنيا يا راجل؟ ده انت اخويا وابويا وسندي وظهري في الدنيا كلها. ايه يا بنت الحنيه دي؟ يو ما تكسفنيش بقى كبداك يا خلاص. لا والنبي ايه الحنيه دي؟ يو بس يا راجل بقى اتلغى يا لهوي. في ايه يا بنت؟ خلاص في انا خطيبك انت هبله. هايدي هانم بنتي نجوى نجحت السنه دي وتخرجت من الجامعه، ويعني كانت مكسوفه انها هتكلمك انك تشوفي لها شغلنا في شركه والدك بعد ما عرفت خلاص يعني انك هتمسكيها ان شاء الله. يا نهار ابيض يا دادا، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ نجوان دي مش بس صاحبتي، دي اختي وتوأمتي. تشتغل معايا ده ايه؟ دي هتكون معايا خطوه بخطوه في كل حاجه بعملها. الهي يا رب يفرح قلبك ويكبر بخاطري. مفيش حاجه اسمها مش مستريح له يا بابي، مروان ما فيهوش عيب، وبعدين حتى لو في عيوب الدنيا دي كلها، انا بحبه وهو بيحبني وده كفايه بالنسبه لي. يا بنتي ده بيئه. عايزك توعدني بحاجه. انت النهارده ملكه تؤمري تطاعي على طول. اوعى في يوم من الايام تخوني ولا تسيبني ولا تجرحني، اوعى تشمت حد فيا. خلاص انا هموت قبل ما اعمل اي حاجه زي دي. هو في حد يقدر يخون العيون الحلوه دي ولا يسيب الضحك الحلو؟ خلاص يا السلطان حني على الغلبان، المية في ايديكي وسندس عطشان. يا سلام يا ما نفسي اشرب مية زمزم. يا حبيبتي ربنا يكتبها لك يا خالتي. يا رب يا اختي. ابوك الله يرحمه كان جابها لي في جيركن كده، وكانت ايه تقولي سكر. يا لهوي انت يا لسه فاكره خالتي؟ ده انا كنت صغيره قوي. ودي تتنسي مية زمزم يا بنتي؟ على قولك والنبي خالتي. حلاوة. لو تصدقي زلزال يطلعوا صوت الطلعة يا جماعة. يا مستر يا مستر
ازاي يحصل كل ده وما تطلبنيش؟ هو انت مش عمي؟ وهايدي دي مش بنت عمي؟ انا حزين منك يا عمي. خلاص بقى مش وجع دماغ دلوقتي، مش فاضيين الحاجات دي. خلاص يا سيدي نو بروبلم، مفيش مشاكل. الف سلامه عليك يا هايدي، الف الف سلامه عليك. ما تقلقيش من اي حاجه وما تحمليش هم حاجه طول ما انا موجود. دادا اعملي لها حاجه تشربها. ما تعمليش حاجه، انا مش عايزه حاجه من الست دي، مشوها من قدامي، مش عايزه منها حاجه. والله انا ماليه ذنبي يا بنتي. طب والله العظيم، والله العظيم انت بنتي زيها واكتر كمان. انا ما اعرفش ولا عايزه اعرف انا حاجه من اصله. انا مالها؟ انا البطن اللي خلفت واحده بتعض الايد اللي اتمدت لها. انا مش قادره اسمع صوتها، مش قادره اشوف خلقتها. بقول لكم مشوها من قدامي حالا. خلاص خلاص خلاص. انصاف. بص انصاف، خدي دول ها وروحي انت دلوقتي، لما تروق هي حنادينا. كتر خيرك يا بيه. تعالي يا دادا، تعالي افتح الباب يا انتصار. بس حبيبتي، بس بقى، بس بقى. الله، هو انت؟ صباح الخير. انا صباح الخير. انا مكتب النائب العام بيحقق في البلاغ المتقدم من البنك ضد هايدي ومروان. ده معناه ان بكره الصبح هيطلع قرار بمنعك من السفر يا هايدي. هايدي لازم تسيب مصر فورا. اسيب مصر يعني ايه؟ ومين قال ان انا عايزه اسافر؟ هسافر ليه يعني؟ سافر ازاي وهي في الحاله دي؟ ازاي يعني؟ ده الحل الوحيد اللي قدامنا. انا كلمت مصر الطيران وحجزت لك على الطياره اللي رايحه لبنان كمان 3 ساعات، ومن هناك هتروحي على لندن. هايدي ده الحل الوحيد، زي ما بقول لك هتسافري يعني هتسافري، مفيش وقت للحزن. الحقني يا هيما، الحقني يا سوكا، مش لاقيه خالتي. ايه في ايه؟ عربيه نقل كبيره محمله زلط ولا ايه؟ ما تفهم، عدت في الحاره. ايوه نسيها آه. دلوقتي الله يخرب بيوتهم، هزوا البيت هزه جامده. ابو الولاد الحرام قالوا زلزال، خلوا الولاد ناس اتجرت مش عارفه في الشارع، بقالي ساعتين بدور عليها مش لاقياها، قلبت عليها المنطقه حته حته. خلاص استهدي بالله، انا هقلب لك عليها الدنيا. تعالي يلا، تعالي تعالى سوكا، خدوني معاكم يا ولاد الحلال. ست كبيره ازيك، لابسه جلابيه سودا وحافيه اسمها الحاجه سندس، مريضه عقليا. اللي لاقيها يوديها للاخت كوريا في حاره الكرامه والاجر والثواب عند الله. يا ولاد الحلال ست ازيك. بقالنا يجي 3 ساعات بندور عليها، احنا لابسين الحرج 10 مرات. انا حاسه ان انا مش هلاقيها. ده هم ايه ده بس اللي حط على دماغي يا رب؟ تلاقيش يا كوريا، يعني هي تعرف حاجه بره المنطقه هنلاقيها؟ يعني هي تعرف جوه المنطقه ما تعرف؟ الله يا هيما، معلش مش هنلاقيها ان شاء الله، احنا طالق وراها العيال كلها. ما تقوليش، قلت لك يا خال، قلت لك ما تشيلنيش فوق هم، كنت عايز تخلص وخلاص. وحبيبتي واسمها الحاجه سندس، مريضه عقليا. يوه، وده وقته يا هيما. يا بنت بواسيكي في ايه؟ في حارة الكرامة. اشوف اتصل ولا لسه؟ الاجر والثواب عند الله. قول قول بدل ما انت ساكت كده. هقول ايه بس؟ قلبي وجعني عليها. كنت زعلانة يا خالتي اني بحبسك في البيت. اديني سبت لك الباب مفتوح. شفتي عملت فيا وفي نفسك ايه؟ هوني عليك يا اخت كوريا. ربما تكون تاهت منك مش عارفة تراعيها هتأنبها ولا ايه؟ استغفر الله يا اخ ابراهيم. ولكنها ما زالت تعيش فوق ارض وتحت سماء خالقها اللي بيرعاها وبيرعاكي، مش هتتوه منه. لا ارض الله واسعه يا شيخ، ممكن تتوه عادي. يا زبطي خلاص، اهدى كوريا، اهدي ما تقلقيش، مش عايزك تقلقي. انا طالق وراها كل العيال من كل المناطق اللي حوالينا، ان شاء الله هيلاقوها. ايه كوريا، انا جات لي فكرايه. انت تديني صوره خالتك والتليفون بتاعك واصورهم 500 صوره وارزقهم على كل الاتوبيسات والمحلات، واللي يلاقيها نبرديه. هتحط لنا التليفون على الاوتوبيس. اللي سمعت ده كوريا معقوله؟ الست الكبيره تضيع منك كده؟ الامانه اللي انا شايلها في رقبتي كان امك اتهمليها كده بنت الناس. بقول لك ايه خير، فكك متجوز ابي الجبل ده دلوقتي خالص. انا همي قد المقطه، وفين اللي مكفين؟ ثم انت فين من ساعه ما كلمتك؟ وانت كنت استعنتنا؟ ما انت من ساعه ما رميتها لي وانت مطفي دماغك. خلاص يا بنت، خلاص يا بنت يا كوريا، عيب. استهدي، خدي لك بقي شاي وهدي اعصابك كده. هو ما تكلميش خالك بالشكل ده راجل محترم برضك وكبيركم. هعمل ايه يا بنت الناس؟ انا اللي فيا مكفيني، في هم فوق دماغي. اروح ادور عليها، ربنا عطرنا بيها في الدنيا قبل الجنه. سلام. وربنا ذهب الجنه. كوريا مفتاح المحل يا بنت الحلال، وكل عيش. سيبك وهي في معية الله، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. أكل عيش إيه ومحل إيه اللي أفتحه بس؟ يا جدعان دي فرقبتي. ده اللي بيبقى عايش مع حيوان لو حصل له حاجة بيزعل عليه. أنت مهما كان خالتي برضه عندها حق يا ولاد. الله، ما هو اللي عايش أهو عايش بياكل وبيشرب وينام، واللي ميت أهو بندفنه ونزعل عليه شوية ونقول خلاص الحي أبقى من الميت، لكن اللي تايه عقله بقى
ده نعمل له ايه يعني؟ نحزن عليه ولا نعمل فيه ايه؟ والوليه غلبانه يا ناس، عقلها مش فيها، ما بتعرفش السما من العمى خالص. ايه يا كوريا؟ سمعتهم يا اختي بيقولوا في الميكروفون ان خالتك تاهت. لما تعطري عليها ما تبقيش تحبسيها وتسيبيها تعيط ورا الباب، لحسن والله قلبي بيتقطع عليها. مش بنت من هنا، غوري من هنا احسن، وتربت امي افرج عليك امي تلاقيها. الله، هو انا غلطانه يعني اني بقول لك يا رب تلاقيها؟ دي سندس دي ليها الجنه، هي مخها طق من شويه. شوف خلاص، خدي يا حبيبتي. انا صلي على النبي، انا صلي على النبي. انا مش مصدقه ان انا مسافره من غيرك يا بابي. انا مش فاهمه اصلا انا مسافره ليه ولا هربانه من ايه. بابي انا عملت ايه غلط؟ فهموني بس. يا حبيبتي نو بروبلم، خليكي جامده كده وحلوه وكل حاجه، يومين وهترجعي ان شاء الله. هايدي انا هخلص شويه حاجات عندي كده وهاجي وراك على لبنان. انا ما ينفعش اسيبك هناك لوحدك. لبنان دي مش هتنفع تكون اكتر من محطه اليوم او اليومين، لازم بعد كده تروحي اليونان او لندن، لان مفيش بيننا وبينهم اتفاق التسليم مطلوبين. هايدي الحمد لله ان انا لحقتك حبيبتي. خلي بالك على نفسك ها، واجمدي انت قدها. ها ماشي، باي باي يا بابا. باي يا روحي، باي باي. خليكي جدعه بقى ها. ماشي. اوكي ماشي، كلميني. حاضر، يلا باي باي يا نادر. خلي بالك من نفسك. باي. هايدي لا اله الا الله محمد رسول الله. باي. هايدي ابو طالب السيد السنتولي، موقفها ايه؟ تمام. انا اسف يا مدام، في قرب هناك بالسفر. ازيك يا هيبة؟ وحشتني. ما قلنا هنا لا يا نوال، ما قلنا هنا لا. اكتبها لك على ام العربيه من بره، ما تجيش هنا يا نوال. الله، ما تبطل عبط ياض وانجز. انجز في ايه؟ بص، سلمة طلع على الخصوص يعين كام راس كده لواحد صاحبه تاجر وهيأخر، والبيت كوريا متدهولة في اللي هي فيه، يعني الدنيا أمان 24 قيراط، ولو طلعت عندي محدش هيشوفك. أنا هسبقك وتعالى ورايا. أجي وراكي فين؟ أنت اتعطلتي، أنت عايزة تفضحينا يا نوال؟ هي ناقصة شردة؟ لا شردة ولا ما شرداش، وأنا يعني مش هخاف على سمعتي؟ لا إله إلا الله، ما أنا بقولك الدنيا أمان، وانا كل شويه هكلم سلومه اشوفه فين. ده ما بيعملش مشوار البهايم ده غير فين وفين. والليله بقى لو عدت هيبقى خلاص، موت يا حمار بقى على ما ينفع تاني. ده انا عامله لك جوزين حمام هتاكلهم من هنا، وتكسر الشقه على اللي فيها، ومخبيه ربع منقوع هينسوك اسمك. يلا بقى انا هسبقك، اوعى تعوق. الله يخرب بيت امك يا شطان. ضعيفه هيما، ضعيفه. يا اهل المنطقه الكرام، طلبت مني الاخت كوريا عبد العاطي ان اناشدكم عبر مكبرات صوت المسجد للبحث عن خالتها المسنه الحاجه سندس، ومن يجدها ان شاء الله له مكافاه مجزيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشكرين يا عم الشيخ ناصر، ربنا ما يحرمنا منك. المال مال الله، والبيت بيت الله، وما انا الا امين على هذه الامانه. الله يبارك لك يا مولانا، سلام عليكم. بقول لك يا اخت كوريا، وامر يا عم الشيخ. الامر لله تبارك وتعالى. انا كنت عايز اكلمك في موضوع بشان الاخ ابراهيم، بس انا شايف في الوقت غير مناسب. انا بقول ننتظر قليلا حتى تطمئني على خالتك ان شاء الله. ماله ابراهيم يا عم الشيخ؟ كل خير ان شاء الله، لا تقلقي. انا بقول ناجل هذا الكلام من الافضل. انا ليا بس رجاء صغير عندك. اتفضل. ان تطلبي من الاخ ابراهيم
أن يحضر إلى المسجد من وقت إلى آخر حتى يبارك الله لكما. دعي له ودعي لي يا مولانا. أنت فكرك دخلة الجامع دي سهلة ولا أي حد يخشها؟ دي عاوزة قلب، وإحنا بنتشعلق في رحمة ربنا من بعيد لبعيد. دعي لنا أنت بس. صدور قرار المنع من السفر بالسرعة دي معناه إن بكرة الصبح هيطلع قرار الضبط والإحضار. يعني إيه؟ أنا مش فاهمة ولا كلمة من اللي أنت بتقوله ده. أنا آسف يا هايدي، ده معناه إن بكرة الصبح المفروض إنك تكوني محبوسة. ليه؟ على إيه كل ده وأنا عملت إيه؟ إحنا عارفين إن أنت ما عملتيش حاجة، لكن قدام القانون أنت اشتركتي مع مروان في الاحتيال على البنك ونصبتوا عليه في 50 مليون دولار وحولتوا الفلوس بره مصر بطريقة غير شرعية. ده غير ان الاصول اللي انت مقدماها للبنك ما تسويش حتى نص المبلغ. كارثه كارثه الحكايه دي. طب والحل ايه يا دكتور نادر؟ الحل ان هايدي كانت لازم تخرج بره مصر باسرع من كده بكتير، خمس دقايق كان هيفرقوا. دلوقتي بقى ما فيش قدامنا غير انها تهرب جوه مصر، نقعدها في مكان البوليس ما يوصلهاش فيه، وفي نفس الوقت انا هشتغل على القضيه واتابعها بنفسي وحاول اوصل لاسرع حل ممكن قبل ما حد يوصل لها. تيجي تقعد عندي في البيت مع ماما. نو واي يا طارق، انت قربها يعني ممكن يفكروا انها تكون عندك. لا 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 لا، الصح انها تيجي تقعد عندي انا، وبعدين اصلا جوزي طول الوقت بره البيت وبيسافر كتير، ولو هنا ما بيجيش غير على النوم. برضو مش هينفع يا دينا، اكيد هيدوروا عندك. الفيلا اللي انا كنت هتجوز فيها انا و في التجمع الخامس ولسه باسم رجاء اختي، واكيد محدش هيفكر فيها. انا يا جماعه مش عايزه اعمل لحد فيكم مشاكل، وبعدين مش عايزه اكمل باقي عمري هربانه. انا مش مجرمه ولا عامله عشان اهرب. انا خلاص قررت، انا هروح وهسلم نفسي واحكي لهم على كل حاجه. هم اكيد لما هيسمعوني وهيشوفوا ان انا ست محترمه وبريئه مش هيحبسوني ظلم. هايدي يا حبيبتي انت طيبه قوي، وبعدين انت في مصر لازم تعرفي ان ياما في الحبس مظاليم، وأنا لا يمكن أسمح لبنتي أنها تدخل الحبس ساعة واحدة أو أني ألجأ لأي حد غريب عشان ينقذك من المشكلة دي. فيش غيري أنا، أنا بابي اللي عارف مصلحتك. أنا حوديك جاردن سيتي، شقة واحدة ست شيك كلاس، حفهمها أنك أنت متخانقة مع جوزك ومستنية في مكان ما حدش يعرف يوصلك ليه إلا لما تصطلحوا كده. أبقى مطمن عليك إن مفيش حد هيقدر يوصل لك. أبو طالب بيه شرف عظيم لينا إن أنت حضرتك تشرفنا. شرف لينا يا هانم. هايدي بنتي هترتاحي معاها قوي دورية هانم. أهلا وسهلا، اتفضل. عيد ميلاد. عيد ميلاد مين؟ عيد ميلاد امها. اهلا وسهلا، اتفضلي. دي اوضتك يا هايدي هانم. لو احتجتي لاي حاجه بس كلمي دوريه هانم، تبعت لك الشغاله طلباتي كلها يا حبيبتي موجع. وبعدين عايزك تبقى مطمنه، انا همر عليكي من حين لاخر واطمن عليكي. اوكي؟ ليكي حلوه بقى كده. بس ما تفتحيش لأي حد علشان ما حدش يزعجك. عايزة حاجة مني يا روحي؟ نروحوا فاصل يا رب. يلا بقى عشان تطفي الشمع لأمك. Thank you.
كوريا يا كوريا يا نهار اسود وبتاعين. ومالك اخويا عامل زي الفار كده اللي وقع في الخايه؟ الله، وهي شايفاك ما تردش عليه. لا اصلها بتقفش لما ما بردش. قفشت فيها عقربه، ده ايه قله المزاج دي؟ هات شغل الزفت ده. ماشي. سوكا سوكا. الو الو، هتكلمه يا ابراهيم. بقول لك ايه، كوريا هنا وقلبها الدنيا عليك وعايزاني اروح معاها ندور على خالتها بره المنطقه. اسالهم فين. طب بقول لك يا ده سوكا، انا في طالعه كده، ها قول لها اي حوار لحد ما اجي لك. اوعى تهبل في الكلام، صاحب لصاحبه يا سوكا. ليه يا حول الله ولا قوه الا بالله. هو فين؟ ربنا يجعلك لفعل الخير. فعل الخير؟ بحاول يا سوكا، بحاول. ادعي لي. ماشي يا ابن عم، يلا بالسلام. بقول هي لو احتاجت نقل دم بتصل، لو احتاج نقل دم بتصل بيا. طيب سلام. بس يا كوريا استني. قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ حاضر يا كوريا، حاضر عليا. ده في مشكله. ايه هي المشكله يا اخويا؟ اتفضل. بيقول لك واد صغير قدام عربيه الكبده خبط توك توك، قام هو خده وجري على المستشفى ما بين الحياه والموت. بس هو قال لي ان هو جاي. انا عارف ابراهيم في الحالات اللي زي دي بيخلص ام اوام، صاحبي بقى وانا عارفه. حاول لا قوه الا بالله العظيم. ماشي. قلت مزاجنا إلهي يقل مزاجها البعيدة. مش يلا ولا إيه؟ يلا. عارفه يا بنتي يا كوريا، كان لينا زمان
بنت قريبتنا، كانت بنت يا عيني كده برضو عقلها خفيف وطاق منها وهاجج، زي خالتك كده يعني. ايوه بس البنت ده هي كانت حلوه بقى وشابه وملظلظه كده اهو، بيضه وزي الفل، تتاكل اكل والله يا كوريا تتاكل اكل. ايوه بس ايه، كانت قاعده مع ابوها وامها. كوريا لسه تحت. هي البت دي ما وراهاش حاجه؟ لا ولا التانيه، في حد يبيع خضار دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ انا بقالي ساعه محبوس هنا. الله يخرب بيت شرطك المنيله. ايه الجو البيتي ده؟ جديد قوي شغل قمصان النوم في الشارع ده. ما تنجزي بقى وتيجي، بتاخدي كام يعني؟ على فكره انا واحده محترمه، بس الظروف هي اللي خلتني امشي في الشارع بالمنظر ده. انا ينفع اخد موبايل حد فيكم؟ لازم اعمل مكالمه ضروري. يا عم بالراحه عليها، ده شكل جوزها طاردها وضاربها. بقول لك ايه، طيب ما تيجي ناكلك ونشربك ونذاكر لك، نرجع معاك البيت نضرب لك جوزك كمان. غور من وشي. الله يخرب بيتي، بس العين مش عليك، انا اللي كلب وربنا. جرى ايه يا هيما؟ يعني ما اتبسطتش؟ بس بقى اتبسطت ايه ونيلت ايه؟ خرجيني من ام الحبسه دي يا نوال. طب خلاص هبص لك انا. خرب بيتك يا كوريا، بوظت لنا اليوم. يلا بقى. طب يا اخويا بس بقى انت راح. بس بقى يا يخنقوها، اصل احنا سلو بلدنا صعب قوي قوي قوي. طب هي خالتك مش دماغها رايحه منها؟ بس والله العظيم والله العظيم دماغ في طقانها. اه والله ربنا يرجعها بالسلامه يا رب. يا نسبتي يا نسبتي يا نسبتي. في ايه؟ سلومه جه. حضرتك اسود ومنور. تعالى هنا، رايحه على فين؟ تعالى ام البتاع، هنروح تعالى. ايه على فين؟ تعالى خبيك في اوضه النوم. هنروح فين؟ اوضه النوم ايه ده وقت؟ تعالى تعالى خبيك فيه. تعالى خبيك فيه. ناو واحد وقع من الجوع. طبخنا ايه النهارده؟ لا طبخه ولا عامله، اقلي لك بالطين. بالطين؟ ده الواحد بطنه مششت من كتر البيض. يا اخويا اجيب لك طباخه، شغل البيت بيهدني. ماشي. رايح فين؟ محصور. ايه ما فك الزنقه. ايه انت يا اخويا اللي كنت سايب الباب مفتوح؟ انا مش بس انا متقل ان انا قفلته. مش عارف وانا بقيت دريان بحاجه، ما ادخل اعمل البطين. ما خلاص يا ولية، حكيتي لامي كل حكايات المجانين اللي تعرفيها في حياتك. انا مالي انا ومال مجانينك؟ انا خالتي مش مجنون، سندس مع اقلها ما خافش الا من بعد ما جوزها وابنها ماتوا والشقه والعيب بيه. بقتي حرام يعني، ما بتفتكرش قوي وساعات ما بتميزش البني ادمين. خلاص كفايه بقى صدعتين. خص عليكي يعني، ده جزاتي ان عاوزه اسليكي واخد بحسك. يا شيخ النبي خدني احسن. خلاص انا اللي قربت الجن ومش طايقه اطلع الشقه وخالتي مش فوق. طب تعالى. ازيك يا مسوك؟ ازيك يا اخويا. ازيك يا ابراهيم؟ امال الواد اني وين؟ يو اللي خبط التوك اني توك. مالك يا هيمه اللي كنت معاه في المستشفى؟ اه الواد مات يا سبتي. الله يرحمه. الحمد لله ولا قوه الا بالله. طب وسوقته؟ خدوا منه التوك توك وهيعدموه. تعالي بس اقول لك. لو فاكر ان الدنيا فاضك ما فيش وقت. رجاء نادر، انا نازل شويه، عايزه حاجه؟ نازل ورايح فين دلوقتي؟ نازل اشم شويه هوا رجاء، مخنوق ومش قادر اقعد لوحدي. وهتخرج بقى مع مين ان شاء الله؟ مش خارج مع حد. يا ابني مش انت قلت ان انت مش عايز تقعد لوحدك؟ طب ما تيجي تقعد معايا. لا لا لا، وعلى ايه؟ احسن ابوظ لك الخزعبلات اللي انت حاطاها دي علشان شبابك وبشرتك. باي باي. يا ربي يا حبيبي يا ربي يخرجك من اللي انت فيه يا رب.
رياضي الصمت ده يا للو، ده انا مش شايفك، ده شغل فنادق. بيجيبوا لي واد ابن جنية كل فتره كده يهف الشوق يجي يضرب سندوتشات من غير عدد وفي الاخر يحضرفني النص صباع. السلام عليكم. وعليكم. ايه ده الحزن ده يا في ايه؟ اجي لك وقت تاني يا ايما. يا تعالى هنا خد بقى. ايه الزعل ده؟ انت على طول مش طايقني كده يا ده سكت. انا بحبك، ده انت ليك وحشه والله، بس انا مش عارف ليه. اقعد بقى خد لك نفسين يلا. يا ده اقعد، ده حلو لاحبالك السوتيه. معلش يا ايما، انا كنت مفكرك قفلت، روحت البيت لقيت امي متوغوشه قوي على كوريا، بتقول لي لسه ما جاتش لغايه دلوقتي ومش عارف اعمل ايه. يا عم عماله تلفلف على خالتها من الصبح، قلت لها اجي معاكي قالت لي لا، قلت لها بركه يا جامع، انا قصدي دماغي مش ناقصه للنواح. طب بقول لك ايه، اروح انا انام، انت عارف امي ما بتنامش الا لما بروح. السلام عليكم. يا ده سكت، تروح ايه وامي ايه وتنام ايه؟ يا ده انا عايزك شبهي. يا عم سيبه يا عم، ده راجل فنان ومثله الاعلى الاستاذ هاني شاكر. خلاص يا جماعه انتوا هتشيلوا المشاريب ولا ايه؟ خلاص امشي انت يا سوكا وانا بكلمك في التليفون. ربنا يهديكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما تقعد يا سوكا شويه. عسل يا هيما. بقول لك ايه، سيبك بقى من الهزل ده عشان انا عايزك في حاجه جد. خير يا طاعون. طالعه كده حلوه، هنعمل منها قرشين. ميكروباص شمال سارقينه من تحت بيت واد اسمه هندي مقصات، هو واد خبق بس عمل فيها بلطجي وغلط معانا، قلنا كده نربيه ونعمل له كارثه ود. بس قبل ما نركع الميكروباص عايزين نطلع بيه كام فلعه سوا، ايه رايك؟ طب انا هعمل ايه في الطلعه دي؟ كابتن يا هيما هتعمل ايه؟ هتمسك عجله القياده. يلا يا هيما بقى، عايزين بقى نرجع لايام زمان، هنقول احنا لسه حبايب. يو ما خلص قلنا. طب بص انا هقول لك حاجه مش عايز اقولها لك تاني، داون ده مش مجرد اسم، ده اسلوب حياه. حبني بقى وسيب لي نفسك. ماشي يا طاعون. يا وليه قومي يا وليه، انا جعان. قومي شوف لك اي حاجه تاكلها، اتصرف. انا مش قادره افلت جدتي، طول النهار بلف على كوب رجلي بدور على شغل. كيف سافرت جدتي بقى؟ يا وليه قومي فزي، ولا دور لي على اي حاجه، وانت بنت امك الفقر ده في حاجه عشان الواحد يدفعها؟ يا اخويا ما انا اخر فلوس معايا كانوا 20 جنيه اديتهم لبنتك تدفعهم للمجموعه. ومستنيه ليه يا اختي من غير فلوس؟ والبهوات اللي انت كنت شغال عندهم كرشوك ليه من غير ما اديك فلوس؟ ده الواحد اللي شغال في الحكومه بياخد مكافاه نهايه الخدمه، روح اتخانق معاهم وخد فلوس. يلا يا اخويا باي عين اروح للناس اقول لهم ادوني فلوس بعد عامله بنتك السودا معاهم؟ بنتي دي مش بنتي، دي بنت حرام كوشت على القرشينات وطفشت. ما تقولش بقى ليه اب ليه ام ليه اخوات لهم نصيب في شويه الفتافيت اللي بيقعوا من القرصه. من بكره البيت يبقى فيه اكل وشرب ومصاريف، تطلعي تنزلي تتنططي ان شاء الله حتى تشتغلي رقاصه. اوف يا اخويا يا اخويا. ايه الناكه يا ابو نجوى؟ يا اخويا انا بقالي 25 سنه بشتغل، عمري ما خليت البيت ده محتاج حاجه، ما كانش حاجه، الظروف اتغيرت. انت يا اخويا خد بعضك وانزل شوف لك اي شغلان، بلاش بلاش، حط ايدك في ايدي ونبيع اي حاجه سوا. انت بتعيريني يا وليه يا زباله، انت انت بتشتغلي علشان تاكلي وتاكلي عيالك، انت بتشغليني؟ خدت انا ايه من ورا شغلي؟ خدت انا ايه من وراك غير الهم والغم؟ احمدوا ربنا ان انا لسه عايش في وسطيكم، واحده غيرك كنت طفشت من بيتها بسبب جوزها الفقر ده. في ايه؟ مش واخد على لبس الكعب ولا ايه؟ تنسى جو ده، ده انتصار ده بقى. اتفضلي. انت هنا في حته تانيه خالص. ايه لازمه الكلام ده كله؟ ما انت عارف ان انا طول عمري في مصر بلبس الكعب العالي، وبعدين طول عمر الناس في مصر بتقول على الست هايدي بتاعتك ان هي اللي بتشتغل عندي مش انا. ايه بقى؟ في ايه؟ يا ستي مفيش حاجه، مالك قلبتيها دراما كده ليه؟ بهزر معاكي. الله مالك؟ وبعدين ايه اللي جاب سيره هايدي ومصر والكلام ده؟ ما خلصنا منه خلاص. وبعدين يا حياتي في رحله الاعاوده دي انا خدت مين معايا؟ مش خدتك انت؟ نجوان احنا شبه بعض. ثانك يو. عارفه يعني ايه شبه بعض؟ يعني ما نقدرش نستغنى عن بعض. طب ايه رايك بقى ان انا مش مرتاحه؟ نعم. يعني ايه؟ ازاي مش مرتاحه في كل ده؟ ما انا اعمل لك ايه؟
قاعدك في البيت الابيض ولا اخد لك شقه برج بيزا المايل؟ مروان هتلاقيكي حنيتي للحاره. انا مش بهزر على فكره، احنا اول حاجه لازم نعملها ان احنا نتجوز. انت جاي من مصر عشان خاطر الفلوس اللي كلها دلوقتي بقت باسمك، وانا ايه ماشيه وراك وخلاص؟ ايه اللي خليني استحمل كل ده من غير جواز؟ بس اهدي اهدي، في ايه؟ الله الناس. وبعدين وانا اعترضت على الجواز؟ قولي زوجته كنفسي. ها انا مش بهزر. يا ستي اعملي وطي صوتك شويه. اعمل ايه يعني؟ شوفي لي مأذون شارع يوناني وانا اكتب عليكي دلوقتي حال. يا سلام. خلاص بقى، في ايه؟ وانا جايبك هنا عشان خاطر نمسك في خناق بعض؟ يا دلع دلع، ده انا كده هولع. القمر جاي منين؟ ايه ده؟ طب القمر جو العبايات قوي. حلو قوي، محسوبك عنده مشبك. احب اجي واشبك. بقول لك ايه؟ ما تيجي نهاجر هجره غير شرعيه. غور يلا انت وهو من هنا. غور فين بس؟ مغور مع بعضينا. غور بدل ما خلي مهنا صغرت في وشك. ناقصاك اصلها. يا ابويا يا يابا، تعالى يا ابو الحبشني شوف عمل فيا ايه العيال وداد الكلب دول. يابا الحقني يابا. خدي حرام عليك، كنت فين صرعتني عليك؟ حرام عليك. عامله ايه؟ انت مين؟ انا كوريا يا خالتي. حرام عليكي كده برضك تعملي فيا كده وانت عليكي. الحقني يابا والنبي. الحقني يابا والنبي. لا خلاص خلاص، انا هاخدك معايا، هاخدك معايا دلوقتي. ضربوني. يا عم الحاج. ايه بنت؟ ايه انت مين يا بنت؟ في ايه؟ الاقي معاك موبايل. موبايل؟ وانت ايه اللي منزلك في نص الليالي كده باللبس ده وتسالي على موبايل؟ انت باين عليكي بنت ناس. معلش يا حاج، هي ظروف بس، عشان خاطر لو معاك الموبايل تديهولي دقيقه واحده بس. موبايل ايه وانت لابسه اللبس ده يا بنتي وهتمشي في نص الليل كده؟ هتطمعي فيك الكلاب السيكه. ما انت عندك حق، بس لو معاك الموبايل انا فعلا محتاجه اعمل مكالمه ضروري عشان خاطري. والله العظيم ما في رصيد يا بنتي، عيالي بيكلموني منه وما فيهوش فلوس. طب انا متشكره يا عم الحاج. خدي يا بنتي. راحه فين؟ ايه بتعمل ايه؟ خدي يا بنتي استوري نفسك يا بابا. لا 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 لا، هي وسخه اه وريحتها وحشه بس احسن من ناس كتير يا بنتي. خليها معاك عشان خاطري، عشان انا مش هلبسها. لا يا بنتي انا كده كده ماشي. عيش من شافك يا راجل، انت فين؟ تعالى ده انت الليله كلها على شرفك. مساء الفلالي. مساء الفلالي. مساء الفلالي. خلص يا خالتي، هانت اهي. ابعدي عني خالص. يو ابعدي. يو يو امشي. يو يو عايزه تدخليني جوه علشان يحبسوني؟ لا انا مش هدخل جوه. يا خالتي حرام عليكي، فضحتي ام. عايزه ادخلك المستشفى يكشفوا عليكي، ده جسمك كله بيخر دم. لا يا اختي مش هخش، انت عايزاهم ياخدوا الدم بتاعي يبيعوه. يا نصبتي السودا، انت هتلبسيني توم او ليه؟ عايزاهم يكشفوا عليكي بس والنبي. انت عايزه تموتيني وتلبسيني جوه. يا خالتي طب خلاص خلاص خلاص، فضحينا خلاص. يلحقوني يا ناس، الحقوني اعملوا معايا. والنبي ما عملت لها حاجه، دخلتي وعايزه ادخلها يكشفوا عليها. لا عايزه تموتني. يب البنت دي عايزه تموتني. انا ما اعرفهاش. إيه إيه يا اخويا ما اعرفهاش. والنبي ما في حاجه، دي مشاكل عائليه، ما فيش حاجه. توكل انت على الله، توكل على الله. لا ده انا ما اعرفهاش دي. يا نصيبتي عايزه تموتني. اشوني يا خالتي. انا يا خالتي انا كوريا. اشوني. بدي ابقى جرع بالفلوس. حرام عليكم يا ابني، دول اخر 150 جنيه في جيبي من المعاش، وبنتي قاعده عندي وجوزها كرشوب للشغل، والصبح كنت اجيب لابنها اللبن المدعم. حرام عليكم. دبطعون يا راجل يا ممل، ايه الرغي ده؟ لول لول لول، فلقتني بقصه حياتك. وايه اللبن المدعم ده؟ يعني انت كده كسبت تعاطفي؟ ده انا هشرمك. ابو سيدك ابو سيدك يا ابني، حرام عليك. ما تفكك منه يا طاعون، شوف لك عيل شاب احسن. يا هي ما سيبك من الناس دي، انا عارفها كويس. ايه يا بقول لك؟ قلبي اتظلمت بقى علينا، اتظلمت. لا بقول لك ايه يا طاعون، تقليب موت ماليش فيه. الراجل ده ينزل بفلوسه ياخد بيها حقنه في اقرب اجزخان. السلام عليك يا هيما وعلى قلبك الرهيف. ماشي عشان خاطرك بس، ننزله بقى المره دي بفلوسه عشان خاطر هيما. ما احنا اصلنا في ميكروباص صبايا الخير. اصحى اصحى يلا هتنزل. شكرا يا ابني، شكرا يا ابني، ربنا يكرمك. ربنا يكرمك ايه غور؟ انت بتدعي لي غوركك خابط. انت حطيت ايه في جيبك؟
لا 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 ده القصفة بتاعتي يا هيما، اتكل انت بقى. سلامت ام حسن، ده 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 من العين ومن الحسد، سلامتك يا حسن من رمش اللي حسد، سلامتها 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 ام حسن. الف شكر، الف ربنا يخليكم. لا 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 اغني تاني، مش هينفع اغني تاني، لا والله ما هينفع، انا عندي حفله والله في كواله البلح. ماشي اشوفكم الجمعه الجايه. يا دي النصيب عليك وعلى عيشتك يا ولا، انت اتهبلت يا ولا، بتكلم نفسك في المرايه. ان شاء الله ان شاء الله هتتلبس. مش هينفع عم تلبس يما. ليه؟ عشان لابس فلاله النادي الاهلي. يا سلام يا اخويا. وبعدين يما انا كنت بغني يما ومحدش سامعني يما، تلبس ليه؟ طب خد يا اخويا كلك لقمة. ايه ده؟ هي دي البيضه يما اللي انت جايبها لي يما؟ ايوه البيضه، مالها البيضه؟ مش عاجباك البيضه؟ بروتين. بروتين ايه يما؟ الناس اكله شاربه نايمه، احنا بس اللي الدنيا يما مدينا ظهرها يما، كاكنينا في حظنا الهباب. يا اخويا احمد ربنا وقول الحمد والشكر لله. وشكرا يا ست الحبايب يا حبيبه اللي قاعده على فرشه الخضره وبتاكليني وتشربيني وانا عامل زي الحمار، زي البغل الاسترالي اللي محتاج الدبيح. ما بتحطش ايدك في جيبك يا اخويا وتديني 5 جنيه نجيب بيهم حتى 50 جرام لحمه. انا ياما بس ربنا يكرمني واشتري كمبيوتر وسماعات ومايك. ونادر عليا ياما، نادر عليا والنادر امانه يا ام سوكا. لا اجيب لك عربيه. عربيه ولا بحماري ياما، واجيب لك واحد بقى ميكروفون. ايوه جرجير ام سوكا، ايوه فجل ام سوكا. وانت تقعدي بقى ياما تجيبي كوز وتاخدي الفلوس. قلت ايه؟ اقول لك حاجه، ادعي لي بس ياما من قلبك، من قلبك ياما، من قلبك من رجليك، اكسر الدنيا يا ولا. يا ولا ده انت هتكسر نافوخي ان شاء الله. حرام عليك، حرام عليك يا يا ولد. شوف ابراهيم وحلاوه وجمال ابراهيم وجدعانه الواد ابراهيم. شوف عربيه الكبده اللي بيشتغل عليها، خاطب وهيتجوز ومرستق نفسه، وانت شاطر لي بس تقول لي كمبيوتر وعربيه بحمار. ايه يا ولد انتهبل يا ولد. يا ولد حرام عليك، حرام عليك، هتموتني ناقص عمر وانا في عز شبابي. حرام عليك يا ولا، يا ولا ما تخلينيش انزل تربتي وانا قلقانه عليك، حرام. خلاص يا ماما تزعليش، ما تزعليش بقى ياما. خلاص اجيب لك عربيه 128. طب 29. طب هو حد فيكم زعل امي؟ لا لا زعلان، ما تخنقش على امي. لا زعلان. لو امي شايفه الشبكه على عروسه يبقى تجيبوها وكمان فيها بوسه. يلا ترت ترت ترت. لو سمحت ممكن استخدم الموبايل؟ انا معيش فلوس بس محتاجه اعمل مكالمه ضروري. لا ما ينفعش يا ست، عشان خاطر هي مساله حياه او موت، مش هطول دقيقه واحده بس. حاضر اتفضلي. متشكره قوي، شكرا. الو الو يا دينا، دينا انا هايدي، انا هايدي. بصي اسمعيني، انا في الشارع ومعيش موبايل ولا فلوس. بعدين بعدين احكي لك بعدين. انا محتاجاكي تكلمي عم شكر السواق وتخليه يجي ياخدني من الشارع ده. اسمه ايه؟ شارع ابراهيم نجيب. شارع ابراهيم نجيب في جاردن سيتي، انا عند ميني ماركت كده صغيره، خليه يجي لي على هناك. يلا يا ست هانم، ده مش تليفون بيه. حاضر حاضر. بصي ما تتاخريش، انا في الشارع لوحدي وخايفه قوي عشان خاطري. يلا بسرعه يا دينا والنبي. يلا باي باي باي، متشكره قوي، شكرا. العفو العفو. انت هتفضلي واقفه هنا يا ست هانم ولا ايه؟ انا هستناهم دقيقتين بس، مش هطول. لا ما ينفعش، ده مكان اكل عيش، اتفضلي واقفه بعيد بقى لو سمحتي. يلا توكلي على الله، خلينا نشوف رزقنا. يا بابا علي علي يا خالتي، ماما مش هينفع كده، سيبيني اسالك على التعوير عشان تطيبي. يوم طب انت عايزه ايه دلوقتي؟ طيب يا بابا مش قادره. معلش امي هتضربني عشان الهدوم اتوسخت. معلش يا خالتي انا اغسلهم لك، نسقسق على التعوير وبعدين اغسلهم. مش قادره. معلش وانا مستحملي معاه. اها ايه؟ معلش معلش. اها اي 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 يو. طب مش هينفع كده. انت بتبص عليها حالتها؟ غور ياض من هنا، غور. ما تخلص يا عم طاعون، انت كمان ما شافهمش هما بيسرقوا، شافوهم هما بيتنايلوا يتحاسبوا. ما تصلي على النبي كده يا هيما وجمد قلبك يا اخي، مالك؟ واللي ليه عندنا حاجه يروح يقول للحكومه يا عم كبداكي. ما بالراحه يا دي، انت وقع الاستاذ. الراجل جاي معانا مستشار فني وخبير اجنبي، يعني يا دوب في مرحله اخيرا اتجرأت. نقوم نعمل ايه؟ نشكره ولا نعمل ايه؟ كل واحد ياخد الكومه اللي تعجبه. انا مقسمهم بالشعره، ميزان حساس. يا اهل العرب والطرب، العدل مين سيده؟ سيده يالا العجب، وطه وبسله مؤاخذه ايده. كده عدلت التوزيع عشان محدش يبقى واخد اكتر من حد. مبسوط يا هيما؟ ولسه هتشوف الخير كله مع طاعون. طاعون ده مش مجرد اسم يا هيما،
ده اسلوب حياه. راحه فين يا دينا؟ هايدي يا محمد في الشارع ولوحدها، وحبيبتي ولا معاها فلوس ولا معاها موبايل ولا معاها اي حاجه، هنزل اروح اجيبها. تعالي هنا، مش كفايه جري بقى ورا ست هايدي دي؟ انا ورايا طياره بعد كام ساعه وما جهزتليش الشنطه، وبعدين راحه فين الساعه 2:30؟ مش كفايه بقى؟ في ايه يا محمد؟ انت ازاي بتكلمني بالشكل ده؟ وانت ازاي عايزني اسيب هايدي في موقف زي ده؟ انت اكيد بتهزر صح؟ صحيح، ازاي؟ ازاي تسيبيها؟ لكن تسيبي جوازك ده عادي. اقول لك ما تروح تتسجني معاها احسن، ده سجن مش لعب عيال. تصدق ان انت ما عندكش دم؟ انت كمان عندك نفس تهزر؟ انا بقى نازله، يعني نازله، عارف ليه؟ دي هايدي يا محمد، ها؟ وانا ما بسيبش هايدي. ابراهيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ انت ليه مصحيك لحد دلوقتي؟ انت فينك ابدكي وسايبني لا اعرف عنك حاجه ولا تعرف عني حاجه؟ ده انا قلت انت سبت المنطقه وهجرت استراليا ولا حاجه. مش انت يا كوريا اللي قلت لي مش عاوزاني معاكي؟ يا سلام، وانت ما صدقت؟ كنت فين؟ كنت في مصلحه كده مع الواد طاعون والعيال. وانت لسه في مصالح بينك وبين العيال دي؟ احنا مش قلنا مشينا غير مشيهم ووعدتني مش هتخرج معاهم تاني؟ لا ما تلاقيش يا اختي، مصلحه نظيفه وزي الفل، وقلت بالمره لفلف ادور لك على خالتك. ايه ولقيتها؟ ابدا، ده لا حول الله لا اله الا الله يا رب، ده انا مش عارف الولاده دي حصل لها ايه، ده زي ما تكون الارض اتشقت وبلعتها. خالتي نايمه جوه يا هيما، مش قلت لك لا اعرف عنك حاجه ولا تعرف عني حاجه؟ بجد وربنا، ولقيتيها فين؟ لا ولا استني استني اطلع لك على السلم كملي لي الموضوع على احسن رقبتي تلوحي. بس 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 اقف هنا. فين هي؟ والله اظن ان هو ده يا عم شكري، على حسب الوصف يعني. معلش بليز يا عم شكري، ممكن تدخل كده تسال اي حد جوه يمكن يبقى شافها ولا حاجه. نساله ما نسالش ليه؟ السلام عليكم يا بلدينا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمر يا أستاذ، ما شفتش واحدة هانم كانت واقفة هنا من شوية ومستنية ناس؟ هانم؟ هانم يعني ايه هانم؟ هانم يا باشا زي اللي بيجوا في التلفزيون دول. ايه ده؟ ايه ده؟ هايدي، ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ احكيلك احكيلك، انت كويسة طيب؟ أهم حاجة كويسة خالص. يقول لك ما عندوش إلا حلاوة طحنية يال. يقول ايه ناس التهيدك؟ ايه المرمطة اللي انت فيها دي؟ خلاص يا عم شكرا، اطلع دلوقتي ورا يلا يا عم شكرا. يا دكتورة ما تقوم تهيص معانا، ليه بغمي كده ليه؟ يا عم قوم. معلش يا دكتور انا اسف، انا مش في المود خالص النهارده. طيب خليك زي ما انت، انت حر. يا عيوكا يا بتبكي على اللي راح، بتبكي على اللي راح. الو، ايوه دينا، ازيك؟ ايه دي بتقولي ايه؟ طيب انا جاي حالا. بعد كده بقى فضحت امي كالعاده وراسها والف سيف، ما تدخلش معايا المستشفى. اعمل ايه؟ خدتها على البيت وحطيت لها المكركروب وحمتها ونايمتها. على فكره يا كوري انا قلت ان احنا مش هنلاقي الولاده دي تاني، بس انا ما حبيتش اقول لك عشان ما قلقكيش. والله او ربنا. طب هو حتى لو كده يا هيما تقوم سايبني في وسط الطريق كده وماشي ادور عليك جنب ما الاقيكش؟ هيما بقول لك ايه، انت فيك حاجه متغيره اليومين دول؟ ولا اقول لك مش اليومين دول بس، من ساعه ما خرجت من السجن كده وانا حاسك مش انت، مش هيما بتاعي اللي انا عارفاه. مش هيما بتاعك يا كوري، امال اكون هيما بتاع مين؟ هو انا بتاع حد غيرك؟ بق خدش منك الا كلام، لكن اجي ساعه الجد ادور عليك ما لقيش حاجه في ايدي. طب هات ايدك، اديني كل في ايدك اهو. انا مش هيتقفل علينا باب واحد بقى ولا ايه؟ انت عايز يتقفل علينا باب واحد ليه؟ لا عشان نبقى نلعب طاوله براحتنا. يا راجل احنا على السلم. يا لهوي يا نسبتي، ايه اللي انا شايفاه قدامي ده؟ صحيح اللي اختشوا وماتوا، وانا اقول العماره هتقع عليه؟ ما هي من النجاسه اللي معششه فيها. يا لهوي يا نسبتي، الحقونا يا خالي. يا لهوي الحقونا يا خالي. خش جوه يا ولد، خش يا ولاد. وكلها شويه وهيبقى جوزي، ما فيهاش حاجه يعني اما تقع حنكين على السلم، ولا لو عايزه حاجه كده
لكن الدور والباقي بقى على النسوان اللي جوازاتهم مش عارفين يلموهم. يلا يا اخويا بيتك بيتك انت وهو، واللي عنده معزه يلمها ما يتلقاش على خلق الله. ولا يا شيخ ناصر؟ يا هادي المنطقه الكرام، لو انت لسه هتخطب مش وقته يا شيخ، مش وقته. انتظر يا اخ ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. وكلنا نعرف ان اخت كوريا واخلاقها العاليه، ونعرف مين برضه اللي بيتكلم عنها وصاحب العقل مطالب بالتمييز. افلا تعقلون؟ افلا تتفكرون؟ يلا يا خول فضوا اللمه اللي انتوا عاملينها دي. الله، ولا هو سيرك ولا هو سيرك. وانت يا سلومة ما تلم مراتك يا اخويا، لم مراتك من قدام الرجاله، ولا هي كلها لحمه عند الجزارين. يلا 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 يا نوال، ما بلاش. يلا حبيبي منك ليه؟ يلا يا اخويا، يلا يا يلا. في ايه يا اخ ابراهيم؟ عايزك. طب يا كوريا اطلعي انت زباين على فوق. يلا خدها سكه وصلها. يلا. نعم اخ ابراهيم. احذرك انت تشعل نار الفتنه بسبب ما تعلمه وتعلم اني اعلم. خلاص يا عم الشيخ خلاص، ده بدل ما تدعي لنا ان ربنا يهدينا، روح انت عشان تلحق صلاه العشاء. ده احنا داخلين على الفجر. طب روح عشان تلحق صلاه الفجر. ما يقدر ان شاء الله. انا هسلم نفسي خلاص. ايه ده؟ نو واي. ايه اللي بتقوليه ده؟ انا مش قادره استحمل اكتر من كده. انا مش هفضل هربانه ومجرياك ورايا وعامله لكم مشاكل. انا ما عملتش حاجه، وانتوا مالكوش اي ذنب في اللي انا فيه. وانت ذنبك ايه يا عايز؟ ثلاثه بالله العظيم ثلاثه، منورنا البيت يا وانا منور. انا دربيه. الله يخليك عم شكري. اتفضل. هايدي اسمعيني كويس، انت مش هتفضلي هربان على طول ولا اي حاجه من الكلام ده. في نفس الوقت بدرس القضيه عشان اعرف اتفاوض مع البنك، وبشوف الفلوس اللي لينا بره، يعني اكيد ان شاء الله هيكون في حل. بس على ما نلاقي الحل ده بقى، سيادتك مش هتستحملي تقعدي في اي حجز او حبس لمده ساعه واحده يا هايدي. انت مش متخيله ده معناه ايه. وانت مش متخيل يعني ايه افضل هربانه زي المساجين والمجرمين. انت ما شفتش اللي انا شفته يا نادر. يا حبيبتي المشكله ان انكل ابو طالب هو اللي بعتك المكان الغريب ده، بس لو رحتي قعدتي في اي مكان محترم وقتها اصلا مش هيكون في مشكله. انا اعرف واحد ممكن يعمل لها بطاقه باسمه شخصيه مستعاره، هي هتاخد شويه وقت ومش هتقدر تستخدمها الا في اضيق نطاق، بس هي طريقه برضه. هايدي انا عمري في حياتي ما عملت كده، لكن انا عارف ومتاكد انك مظلومه، فمش هقف اتفرج عليك يعني. المهم دلوقتي نفكر هتقعد فين يا عم شكري. محمد جوزي كالعاده مسافر، تعالي اقعدي معايا. ما ينفعش يا دينا، قلنا اصحابها وقرايبها ما ينفعش. طيب ما ينفعش تروح تقعد عند اهل محمد في الشاليه بتاع عين السخنه؟ برضه ما ينفعش، ما ينفعش تبعد قوي كده، وبعدين كل ما الناس حواليها قلت كل ما هتبقى مكشوفه اكتر. صلي بينا على النبي يا جماعه. عليه الصلاة والسلام. أنا بقى عندي المكان اللي أقدر أتاوي فيه هايدي هانم الدبال الأزرق، ما يعرف لكيش طريق جرة. فين؟ بطن البقرة. نعم؟ بطن البقرة. مش حلو كده يا كوريا، مش لايق على وش. يو وانت مش فاهمك، انت اللي هتقولي لايق ومش لايق. مال ما حلو اهو، عامله اقول البلح. ماله البلح؟ وحش وحش البلح يا بنت شيمو. حلوه قوي ولايق عليها. اه بنتك لايق عليك. حلوه اختي البلح حلو. يلا عشان ما تعطليش اخواتك. يلا يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ده؟ ازيك يا خال؟ الله يسلمك. امسك يا شيماء دي 10 جنيه، والنهارده اجازه، روحي مش عايزيني. في ايه يا خال؟ بحلق لها ليه كده؟ بقول لها اجازه، اتوكل على الله. يلا. يو في يا خي؟ استني هقول لك فيه. تفضلي تفضلي. تفضلي تفضلي. وده ايه اصله ده؟